بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، ومواصلة لسلسلة لقاءاتنا مع المركز القومي للبحوث. نواصل في اللقاء الثالث، والسلسلة عنوان دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان. اللقاء الأول كان مع بروف زينب المدير العام للمركز القومي للبحوث. اللقاء الثاني كان مع دكتورة رانيا، وكان عن معهد هيئة أبحاث التقانة الحيوية. نعم، دكتورة نعم. إلهام. دكتورة إلهام، أنا برضو ملخبط في الاسم. أيوة. اليوم يشرفنا ويسعدنا إنه يكون عندنا لقاء مع دكتورة رندا حسن الصلحي. هي مديرة معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية والتصحر. دكتور رندا عندها بكالوريوس زراعة، كيمياء حيوية من جامعة الخرطوم، ماجستير أحياء دقيقة تربة تسميد حيوي من جامعة الخرطوم، ودكتوراه أحياء دقيقة تربة تحلل ميكروبي للمبيدات من جامعة الخرطوم. حاليا هي بتشغل مدير معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية والتصحر. فنرحب بدكتورة رندا وتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية السلام عليكم، مرحب جميع الحضور. بشكر كثير دكتور أنور وبشمهندس حيدر معانا هنا، وكل الشابات والشباب اللي هم اجتهدوا في إنه إحنا نقدر ننجز العمل ده. حقيقة أنا زي ما قال دكتور أنور إنه تخرجت من زراعة جامعة الخرطوم قسم الكيمياء الحيوية، لكن حابة أركز على دراسة الدكتوراه بتاعتي اللي هي في التحلل الميكروبي بالنسبة للملوثات أو المواد الكيميائية الضارة بالبيئة. فده يمكن هو كان مجال مهم جداً للحفاظ على البيئة بتاعتنا والموارد بتاعتها بصورة آمنة، يعني إحنا نتخلص من الملوثات البيئية بصورة آمنة اللي هي عن طريق الميكروبات، اللي هي طريقة غير مكلفة ورفيقة وصديقة بالبيئة، وفي نفس الوقت يعني سهل استخدامه. فيمكن دي هي كان يعني شغل او مجال شغل جديد، وسط حاليا بقت فيه دراسات كثيره جدا، لكن هو يعني فعلا حاجه ممتعه وحاجه مفيده جدا بالنسبه للبيئه. حابه اتكلم لكم عن معهد ابحاث البيئه والموارد الطبيعيه. المعهد ده هو يمكن اكبر معهد في المركز القومي للبحوث، والأهمية بتاعته بتجي من إنه هو بيعنى بالموارد الطبيعية والحفاظ عليها. يمكن الموارد الطبيعية دي طبعاً هي من أقوى مصادر غنى السودان كدولة، فكونه يكون عندنا جهة بتحافظ على الموارد دي وتخليها مستدامة بالنسبة للأجيال القادمة، فدي هي حاجة مهمة جداً. المعهد أنا ممكن أدي خلفية تاريخية عنه، إنه هو بيتين أنشئ المعهد في العام 1992 بغرض إجراء أبحاث تطبيقية ودراسات في مجال الموارد الطبيعية واستدامتها، يعني إن نحن ننتج في النهاية تقانات صديقة بالبيئة تعمل لنا على زيادة الإنتاجية بصورة عامة، وفي نفس الوقت بصورة آمنة بيئياً، وممكن منها نحن نزيد دخل السكان، وفي نفس الوقت نحافظ على مواردنا بصورة جيدة. يمكن أهم المشاكل البيئية اللي هي الملوثات والتصحر، الاثنين بيؤدوا لنا لتدهور الموارد الطبيعية وتقليل إمكانيتها للإنتاج. فنحن عبر الزمن لقينا إنه التصحر هو المشكلة الأكبر بالنسبة للسودان، وهو من المشاكل اللي هي عندها انتشار واسع في السودان نتيجة إنه الزحف الصحراوي وموجات الجفاف اللي هي ضربت البلد في فترات معينة. فالمعهد عبر تاريخه اللي هو كان بيعمل في المجالات دي اللي هي من ضمنها إنه التلوث والملوثات، وفي نفس الوقت الدراسات بتاعت التصحر. فبقي إنه برضو في اهتمام عالمي بالنسبة للتصحر ومكافحة التصحر، وبقت في اتفاقيات تبع الأمم المتحدة، فبقي في اهتمام في السودان بمكافحة التصحر، وبالتالي نشأت الأهمية لأنه يكون في معهد
قائم بذاته متخصص في دراسات التصحر، فتم إنشاء معهد أبحاث التصحر في العام 2002، معهد فيه دراسات متكاملة لكل النواحي بتاعت التأثيرات السلبية للتصحر وكيفية معالجتها بصورة مستدامة وكيفية تأهيل سكان المناطق الجافة والمتصحرة على أساس أنهم يقدروا يتواءموا مع البيئة ويقدر يكون عندهم إنتاج ومصادر دخل تخفف من حدة الآثار السلبية للتصحر عليهم. المعهد ده استمر لفترة من العام 2002 لغاية سنة 2013، وهو في الأصل طبعاً كان قسم من أقسام معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية. طبعاً يعني الأهمية بقت متزايدة بالنسبة لمكافحة التصحر، ليه؟ لأنه يعني بالذات بعد انفصال الجنوب بقت إنه الأراضي اللي هي فيها غطاء نباتي وبالذات الغابات يعني تقلصت من 27% ل 12%، وده إنه يعني بقى إن السودان عنده خطر حقيقي بتاع تصحر. وطبعاً التصحر يا إخوان عنده تعريفات كثيرة، يعني يمكن بتبادر لذهن الناس إنه التصحر والله زحف الرمال أو إنه مثلاً المناطق تكون جافة ما فيها غطاء نباتي أو كده، لكن حتى في بعض العلماء بيعرفوا التصحر على أساس إنه هو تدهور الأراضي وتدهور إمكانيتها للإنتاج حتى لو كان مثلاً عن طريق الملوثات وكذا. فالحصل إنه نحن في العام 2013 برضو مواردنا نحن الاقتصادية في السودان قلت، وحصل تغيير في السياسات بتاعت المراكز البحثية حسب الإمكانيات المتاحة بالنسبة لها، فرجع تاني معهد أبحاث التصحر رجع تاني اندمج مع معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية، معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية والتصحر. فبقى إنه عنده 9 أقسام، كله من الأقسام دي اللي هو بيعمل لنا على جزء معين من أجزاء اللي هي الاهتمام بالبيئة بصورة عامة وبالتصحر. فنجي نشوف الأقسام دي بالتفصيل ونشوف بصفة عامة إنه الاختصاصات شنو لكل قسم. القسم ده بيهدف لإنه يعمل تقييم ورصد لأنواع الملوثات جميعها، وإنه يعمل على إزالة التلوث ده أو حتى التقليل منه بطرق مختلفة، لكن جميعها هي طرق آمنة بيئياً وصديقة بالبيئة، واللي هي منها مثلاً تدوير المخلفات وإعادة استخدامها، استخدام مثلاً الميكروبات أو استخدام النباتات في التقليل من الملوثات زي مثلاً المخلفات الزراعية زي المبيدات مثلاً، وزي مثلاً حتى مخلفات صناعة النفط والمعادن الثقيلة، واللي هو برضو عندنا مثلاً وحدات أو محطات معالجة المياه الصرف الصحي. دي كلها بيتم فيها دراسات بأنه نحن كيف نقدر نستعيد مثلاً بعض المعادن الموجودة في المياه العادمة، كيف إنه نحن الأراضي الملوثة بخام النفط نقدر نعمل لها معالجات حيوية، إنه إحنا نستعيد إمكانية حتى المياه العادمة دي إحنا ممكن قد نستفيد منها مثلاً في زراعة سمكي أو زراعة أعلاف وكذا. فدي بصفة عامة اللي هي الاختصاصات بالنسبة لقسم أبحاث البحوث التلوث البيئي. في عندنا تاني قسم الإنتاج الحيواني في المناطق الجافة. طبعاً لو هتلاحظوا إنه الأقسام دي كلها بيجي إنه عندها نهاية إنه في المناطق الجافة معظم أقسامنا ده، لأنه اللي هو قلنا حصل الدمج بالنسبة للأقسام في المعهد الجديد بتاعنا. طيب قسم الإنتاج الحيواني ده هو قسم بيعمل على إنه يكون في بحوث تطبيقية، البحوث دي تدينا تصنيع لأعلاف من الموارد المتاحة الموجودة عندنا، وفي نفس الوقت حتى الأعلاف الموجودة مثلاً التقليدية الموجودة نحن نحاول نعمل توليفات لرفع العديد من الإنتاجية بتاعت اللحوم، وبالذات نحن هنا يمكن في القسم ده بنوعنا بدراسة مثلاً الضان الصحراوي كيفية إنه زيادة الإنتاجية بتاعته من اللحوم، واللي هو الكلام ده بأعلاف مكونة من النباتات الموجودة في المنطقة في المناطق المتصحرة دي. وكمان برضو في دراسة إمكانية
تربية الدواجن وتطويرها في المناطق المتصحرة. الدراسات يا أخواننا دائماً إحنا بنجريها في محطة اللي هي تابعة للمعهد اسمها محطة أبحاث الرواكيب اللي هي موجودة في جنوب غرب أمدرمان، يعني فيها مناخ هو تماماً ممثل للمناطق المتصحرة والمناطق الجافة وفيها زحف صحراوي بصورة كبيرة جداً، فبنجري عليه كل الأبحاث اللي هي بتحتاج لأنه نحن نعملها في البيئات المتصحرة أو الجافة. طيب عندنا تاني قسم التربة وإدارة الموارد المائية. طيب القسم ده بيعنى برصد وتقييم التدهور اللي بيحصل في الأراضي. طبعاً الأراضي حتى يعني التصحر ده ذاته بيؤدي لأنه الأرض تفقد مقدرتها الإنتاجية، بأنه شنو أول شيء محتواها من المادة العضوية بقل نتيجة لدرجات الحرارة العالية ونتيجة لأشعة الشمس، بيقلل من المادة العضوية الموجودة، فده برضو بيكون مصحوب بأنه تكون في صودية، تكون في يكون في تملح، يكون في مختلف الآثار السلبية بالنسبة للتربة اللي هي بتقلل من إمكانيتها للإنتاج. فيمكن من أهم المعالجات اللي بيقوم بها الجسم ده إنه إضافة المادة العضوية وإضافة محسنات عضوية للتربة في المناطق الجافة، وده بيحسن من معظم خصائص التربة اللي هي خصائص الفيزيائية والكيميائية وحتى الحيوية، دي كلها بتتحسن، والتربة دي حتى مقدرتها للتشرب بالمياه بتزداد وبتتحسن، وكمان وجود المادة العضوية بيزيد من تكاثر الميكروبات والأحياء الدقيقة اللي هي عامل أساسي في خصوبة التربة لأنها بتدخل كعنصر رئيسي في دورات العناصر. فالحاجات هي كلها العوامل دي مرتبطة ببعضها البعض، وكمان وجود المادة العضوية غير أنه بيحفز الميكروبات على أنها تعمل وتضيف لنا عناصر غذائية بالنسبة للتربة، كمان برضو بتساعد من نمو النباتات وبتحسن منه، وبالتالي في نفس الوقت بتعمل لنا على مكافحة أو الحد من الزحف الصحراوي وحركة الكثبان الرملية، وده واحد من برضو الأهداف الرئيسية بالنسبة لنا في الجسم ده اللي هو الحد من حركة الكثبان الرملية، وبالتالي نقلل من زحف الصحراء على الأراضي المنتجة، وبرضو بتكون الأراضي دي ثابتة نوعا ما غير قابلة للانجراف بالمياه وبالرياح وهكذا. فالجسم ده فعلا هو من الأجسام المهمة جدا، وفيه كمان اهتمام بالموارد المائية، يعني لو كان في مثلا مياه آبار أو بتجي فيه مياه موسمية مع الوديان مع الأمطار بيتم تقييم كميات المواد الماء الموجودة في المنطقة وهل هي كافية لأنه يقوم عليها نشاط زراعي أو لا. فده هو ما يختص بالجسم بحوث الدراسات التربة والمياه. طيب نمرة 4 عندنا قسم الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. طيب الجسم ده برضو من أهم الأقسام، ليه؟ لأنه إحنا في المقام الأول بنعمل برضو دراسات لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتصحر، وفي نفس الوقت بتحاول إنه ترفع من المقدرة بتاعت السكان في المناطق دي لأنهم يكون عندهم أنواع من الإنتاج تزيد من دخلهم وتعمل على مكافحة الفقر، والكلام ده بيكون مصحوب برفع الوعي البيئي بالنسبة للسكان في المناطق دي. وكمان في دور تاني مهم جداً للجسم ده اللي هو بيعمل الدراسات بتاعت التقييم، يعني الدراسات تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمشاريع اللي احنا بننفذها. طبعاً المكون ده يمكن هو من المكونات المهمة جداً، وحتى عالمياً بقت المشاريع ما بتقبل لو ما فيها مكون التقييم اللي هو الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع البحثية. فده يلا بصورة عامة الدور بتاع الجسم. في تاني قسم المبيدات والأسمدة الحيوية، وطبعاً ده تاريخياً هو كان قسمين لما كان الجسم المعهد هو معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية، كان اللي هو قسم الأسمدة الحيوية وقسم المكافحة المتكاملة أو إدارة الآفات. فالقسم ده حالياً بيعنى بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية عن طريق تقنيات صديقة للبيئة اللي هي استخدام
الأسمدة الحيوية والمبيدات الطبيعية، أو ممكن نقول برضو المبيدات الحيوية. الأسمدة الحيوية يعني شنو؟ اللي هي عبارة عن أسمدة قائمة على الأحياء الدقيقة المفيدة، ويمكن بصورة أساسية اللي هي البكتيريا اللي بتزود النباتات بنيتروجين، عنصر النيتروجين اللي هو من أهم العناصر الموجودة بالنسبة للنباتات اللي هي لتغذية النباتات، بيليه عنصري الفسفور والبوتاسيوم. ففي قسم التسميد أو في الوحدة بتاعت التسميد الحيوي بينتج سماد، وحاليا هو بينتج بصورة واسعة منتشر بين المزارعين الصغار وحتى الشركات الكبيرة اللي هي بتقوم بالإنتاج الزراعي، وبالذات كمان اللي بتسوق إنتاجه في الخارج. فعامل مهم جدا إنه ما يكون في متبقيات بتاعت أسمدة أو حتى مبيدات في المنتجات الزراعية، لأنه الدول البرة دي عندها معايير دقيقة جدا في المتبقيات بتاعت المواد الكيميائية في المنتجات الزراعية. حاليا بتتم دراسات إنه يتكون سماد متكامل من اللي هو البكتيريا المزودة بالنيتروجين، والبكتيريا برضه اللي بتعمل على تذويب الصور الغير طيبة من الفسفور والبوتاسيوم، يتكون منه سماد كامل بتاع MPK. والأنواع دي من البكتيريا حتى هي عندها آثار محفزة للنمو، وعندها آثار كثيرة جدا جيدة بالنسبة للنباتات، بتساعد حتى على مقدرتها على تحمل الجفاف وعلى تحمل مختلف أنواع الضغط اللي بيحصل على النبات. إضافة لكده اللي هو الوحدة الثانية اللي عندنا اللي هي وحدة مهمة جدا، اللي هو إحنا المبيدات الحيوية أو المبيدات الطبيعية. المبيدات الطبيعية دي هي عبارة عن يا إما مستخلصات نباتية، يعني عندنا هنا في السودان في عدد كبير جدا من النباتات اللي هي عندها المقدرة إنها تكافح أو تعمل تأثير طارد للآفات الزراعية أو حتى آفات المخازن أو الصحة العامة. ففي عندنا نباتات زي مثلا نبات النيم بمختلف أجزائه، نبات زي العشر، زي الحرجل، زي حبة البركة، دي كلها نباتات عندها تأثيرات قوية جدا على الآفات الزراعية بصورة عامة. فحتى عندنا النيم ده يعني يكاد يكون هو وصل لمرحلة تقانة ناضجة، والدراسات فيه وصلت لمستوى إنه ممكن تطبق تتقانة تنتشر وتسوق في البلد بصورة عامة. غير كده في الأحياء اللي هي أو الأعداء الطبيعية بالنسبة للآفات الحشرية، دائما أي آفة بقول لك عندها آفة، فالأعداء الطبيعية هي من التقنيات الممتازة جدا إنه الناس بيستخدم الأعداء الطبيعية الموجودة في البيئة لمكافحة الآفات الزراعية. برضو في الجسم في إنتاجات في إنجازات كبيرة في المجال ده. وثانيا بنجي ليه اللي هي الأحياء الدقيقة، سواء كانت هي بكتيريا أو فطريات، بتقوم بمكافحة أمراض النبات اللي هي الميكروبية برضو. ففي عزلات فعالة جدا من البكتيريا تم عزلها في الجسم واستخدامها بصورة فعالة جدا من البكتيريا والفطريات، ففعلا أثبتت نتائج ممتازة ومبهرة حقيقي يعني لمكافحة الآفات. ومن ضمن الآفات دي طبعا يا إخوان عندنا كمان الحشائش الطفيلية، ممكن دي عندها كمان وحدة قائمة بذاتها وعندها نتائج ممتازة جدا، ممكن ترى النور قريب ويكون فتح عظيم بالنسبة لنا في المعهد وفي المركز بخصوصه. طيب نمشي للقسم اللي بعده اللي هي عندنا قسم أبحاث النحل. قسم أبحاث النحل من الأقسام اللي بتعمل في مجال تطوير وتحسين تربية النحل في السودان، وكمان تحسين كمية ونوعية النحل ومنتجات الخلية بصورة عامة. وغير كده إنه مثلاً بيتعامل أبحاث في إنه نحن كيف نعمل تهجين للنحل بتاعنا الموجود هنا في السودان، لأنه هو من أنواع النحل الأفريقي الشرس لكن هو إنتاجيته عالية. نحن عايزين نحسن من الخصائص بتاعته دي وفي نفس الوقت يحافظ لنا على خاصية الإنتاجية العالية. برضو هنا في أبحاث بتعمل تقييم لمدى زيادة الإنتاجية اللي بتتم نتيجة للتلقيح بواسطة النحل، وده يمكن برضو من الحاجات المهمة في تربية النحل.
غير كده يا اخواننا في كمان منتجات ثانيه عندها اهميه كبيره، يمكن ما الناس ما بتكون عندها فكره كبيره عنها، منتجات الخليه الثانيه اللي هي زي الشمع. يمكن الشمع معظم الناس بيعرفوه، لكن كمان في صمغ العسل اللي هو ما يعرف البروبوليس، ده عنده امكانيات علاجيه عاليه، وفي واحده من منسوبي الجسم قامت ببحث وانتجت ما يشبه بالعقار او هو علاج للجروح المرض السكري، وفعلا اثبت فعاليه عاليه، وحتى عدد من الاطباء بينصحوا بالمنتج ده وفي طلب عالي عليه في الجسم. في الجسم برضه في يعني هدف بتاع انه لازم يتعامل معمل مركزي لفحص وتقييم منتجات الخليه بصوره عامه، على اساس انه هو يكون معمل مرجعي. وغير كده يكون كمان في أطلس قومي لمصادر الرحيق في السودان. ده بصفة عامة اللي هي الأبحاث أو الاختصاصات بالنسبة للجسم. النحل، فتلة النحل، مناطق الجافة. الجسم ده برضو يعني زي أجسامنا كلها في المعهد، اللي هي بيعمل أول شيء رصد وتقييم ليه الغطاء الرعوي او النباتات الرعويه الموجوده عندنا، وبالذات بالتركيز على المناطق الصحراويه او الجافه. الغطاء الرعوي ده اللي هو بيتكون لنا من الحشائش العاديه اللي موجوده دي الى الشجيرات الرعويه والاشجار، فبتعمل لها رصد وتقييم، وكمان بيكون في ابحاث عن القيمه الغذائيه بالنسبه للاشجار والحشائش الرعويه الموجوده في المنطقه، وكمان بتعمل دراسات لمعرفه تاثير الرعي الحيوان ونشاط الرعوية، بحيث أنها تكون منطقة مغلقة. وعبر السنين بيتم مقارنة الغطاء النباتي في المناطق المغلقة مقارنة مع اللي هي المرعى المفتوح، وده في النهايه بيدينا تقييم او ممكن نعمله نمذجه لمدى التدهور الممكن يحصل في المراعي بالنسبه اللي حسب نشاط الانسان ونشاط الحيوان في المناطق. كمان برضه بيهدف الجسم لانه يعمل معشبه اللي هي عباره عن متحف بالنسبه للنباتات الرعويه، بالنسبه لاغراض بيساعد كثير في اغراض البحث واغراض الدراسه وما الى ذلك. انا هحاول امشي يعني باختصار في الأجسام، وبعدين هأترك الفرصة للأسئلة. يا ريت يا دكتورة زيادة من التفصيل. يا ريت لو فصلتي بأكبر قدر ممكن، لأنه دي الحاجة لكل الناس. أنا حاولت أعمل شير لللايف ده في جروب اسمه الزريع السوداني. الزريع ده جروب يعني انتشر وحصل فيه بومين كده. أوكي، أنا كنت خايف لأنه بيدعي الناس للزراعة. ايوه بفتكر انه في حاجات هنا فيري انترستينج، فيري فيري انترستينج. اوكي تمام الناس هاي يكونوا فيها. ففصلي التفصيل كويس ما كان. انا بالاول كان خطتي انه انا اقوله باختصار وبعدين انا اترك المجال لا قولي عندنا اسئله كثيره بعد ما تكملي كل التفاصيل. جدا انا افصل. يعطيك العافيه. خلاص كويس. طيب تمام، الله يعافيك، الله يبارك فيك. طيب عندنا الجسم نمرة 8 هو جسم الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي. هو في بعض الناس لغويا طبعا بيقولوا الحيوي، حصر وتصنيف الغطاء النباتي الموجود، وطبعا دائما في تركيز على المناطق المتصحرة. الحصر دائما احنا بنحاول انه نستخدم فيه التقانات الحديثة ونعمل دراسة للأثر البيئي في التغير في الغطاء النباتي. التغير في الغطاء النباتي بالنسبة لشنو؟ بالنسبة إنه النباتات المنقرضة والنباتات الموجودة. الكلام ده ليه وأهميته شنو؟ يعني إنه دائما لما يتغير الغطاء النباتي تبعا له بتتغير النوع الأحياء الموجودة في المنطقة دي بالقرب من الغطاء النباتي الموجود. يعني مثلا لو لقيت منطقة جافة وقاحلة بتلقى فيها يمكن أنواع بدائية من الحشرات أو كده، لكن لما إنه مثلا الحتة دي يحصل فيها تطور تقوم فيها أعشاب بصورة أكبر شوية، بتلقى إنه بدأت تكون في حشرات من رتب أعلى. بعد شوية بتلقى إنه في زواحف
بدأت تسكن المنطقة بعد شوية نلقى إنه مثلاً في طيور وهكذا. يعني كل ما يتغير الغطاء النباتي كل ما بنلقى إنه أنواع الحياة الموجودة بتختلف، وده بيفيدنا في إنه نحن في النهاية نحافظ على التوازن البيئي الطبيعي الموجود في المنطقة. وإذا كان في أي أنواع هي ممكن تكون في طريقة للإنقراض، نحن ممكن يكون عندنا تدخل ونعمل على معالجة القصة دي، لأنه التنوع الطبيعي والتوازن مهم جداً، لأنه ممكن لو حصل خلل في التوازن الطبيعي بالنسبة للأحياء موجودة في منطقة ما، ممكن الكلام ده يؤدي لكارثة بانتشار أنواع تانية يكون عندها ضرر بليغ بالبيئة أو بالإنسان أو بالحيوان أو النبات. طيب الكلام ده برضو من ضمنه بيكون في دراسة للعلاقات البيئية بين العشائر الحية ورصد التغيير في أنواعها. الكلام ده كله بيصب في خانة حفظ التوازن الطبيعي بالنسبة للأحياء. بالإضافة لكده يا إخواننا، الموارد نحن بنركز فيها على حاجتين، يمكن هي النباتات والحشرات بالذات يعني، والأول الأحياء الدقيقة برضو. وفي عندنا الأسماك يا إخواننا، الجسم ده فيه وحدة بتاعت تربية أسماك، وفي الأسماك بالذات بنوعنا بالتطور الوراثي، دراسة التطور الوراثي بالنسبة للأسماك السودانية وكمان أثر الملوثات عليها. الملوثات يا إخواننا برضو يعني يمكن الأسماك أو الأحياء المائية بتتأثر بها بصورة كبيرة جداً، وده بينعكس سلباً على البيئة وعلى الإنسان برضو في النهاية في آخر الأمر، لأنه هو بيتغذى على الأسماك دي وبيحصل فيها تركيز عالية. كل ما هي اتعرضت لملوثات كل ما بتتركز الملوثات دي في الأنسجة الدهنية وفي العظام الأسماك دي، وفي النهاية برضو حتتراكم في جسم الإنسان وتخلي له مشاكل كبيرة زي ما معظم الناس عارفين. غير كده بالنسبة للأسماك كمان في تقييم ورصد لآثار طرق الصيد المختلفة على نوعية الأسماك وأعدادها في المسطحات المائية بتاعتنا، وكمان في تقييم برضو للأنواع المختلفة لحفظ الأسماك. طبعا لو نحن مثلا قدرنا انه نحفظ الاسماك بصوره جيده، ممكن احنا نوفر غذاء من بروتين عالي وفيتامينات واوميجا 3 بالنسبه لناس في مناطق ممكن ما تتوفر عندهم الاسماك. فدي كلها انشطه بيعنى بها الجسم وبيهتم بها، وبالذات كمان بنشوف انه كيف يستفيدوا منها السكان في المناطق المتصحره او الجافه. عندنا الجسم اللي هو جسم إنتاج المحاصيل وتربية النباتات في المناطق الجافة. طيب الجسم ده اللي هو بيعنى برضو بإيه، شنو كيف نحن نطور تقنيات حديثة بها الإنتاجية بتاعة المحاصيل وفي المنطقة الجافة. يعني معناه شنو المحاصيل دي؟ لازم تكون هي محاصيل يعني بيحصل لها نضج مبكر، اللي هي مبكرة النضج. ليه؟ لأنه نحن لما نتكلم عن مناطق الجافة معناته إنه إحنا معتمدين دنيزا، بالتالي نحن هنعمل تربية للنباتات واختيار وانتخاب بالنسبة للنباتات اللي هي مبكرة النضج، وكمان في نفس الوقت تكون هي محاصيل مقاومة للجفاف. فدي نحن اللي هو بيشتغلوا عليها الباحثين في الجسم شغل بتاع تربية، اللي هم زي ما إحنا بنقول عليه والبريدينج. فده كله عشان احنا نقدر انه الناس الموجودين في المناطق المتصحره يقدروا يلقوا مصادر بتاع غذاء جيد وفي نفس الوقت متوائم مع البيئه بتاعتهم، وكمان يكون في تكلفه معقوله بالنسبه للسكان في المناطق دي. كمان برضو الجسم بيهدف لانه كيفيه ادخال نباتات هي تكون منتشرة في المنطقة لكن ما متعارف عليها على أساس إنه هي ممكن تدخل كغذاء للإنسان أو الحيوان. فدي برضو بتحصل فيها أبحاث كثيرة عليها عشان تقييمها غذائياً ومدى استساغتها بالنسبة للحيوان أو حتى مثلاً بالنسبة للإنسان لو كان في عندها أهمية غذائية فبيتم تقييمها.
غير كده الجسم ده تابع عليه وحدة بتاعت اللي هي molecular biology اللي هي بتمكننا من إنه نقدر نعرف المحاصيل المحورة وراثيا على مصادرنا الوراثية، لأن السودان وزاخر بأنواع كثيرة من المحاصيل واللي هو بيكون هي محاصيل أصيلة في السودان. ممكن إحنا لو جات عليها طبع صفات تحويل وراثي ممكن إحنا نفقد الأصول الوراثية بتاعتنا. فالجسم ده بيعمل على إنه نحن نحافظ على الموارد بتاعتنا ونحافظ على الأصول الوراثية الموجودة عندنا. يمكن ده كده اللي هو كل ما يتعلق بالجسم إنتاج المحاصيل وتربية النباتات في المناطق الجافة. وبرضه الجسم ده يعني أنتج يمكن 4 سلالات أو 4 عينات من أصناف من الدخن اللي هي عندها مقدرة عالية على مقاومة الجفاف وكمان سريعة النضج. طيب المحد كمان عنده غير الأجسام في وحدات تانية كثيرة تابعة للأجسام دي، وفي وحدات هي قائمة بذاتها لخدمة جميع الأجسام الموجودة في المعهد. فعندنا معامل عديدة في مختلف الاختصاصات، ففي عدد 21 معمل موزع على الأجسام، وكمان عندنا وحدة بتاعت معمل مركزي اللي هو لكل الأجسام. يعني أي جسم عنده تحاليل معينة هي ما موجودة في المعامل بتاعته بيجريها في المعمل المركزي. غير كده المعمل المركزي كمان بيقوم بالتحاليل نباتات، عينات، مواد غذائية بالنسبة للأفراد وللشركات وللطلاب، وبيقوم بخدمة المجتمع بصورة كبيرة جداً اللي هو بيعمل التحاليل حتى للطلبة بأسعار مخفضة جداً كمساهمة من مراكز الأبحاث في الأبحاث بالنسبة للطلاب. المزارع التجريبية عندنا يمكن زي ما أنا ذكرتها في محطة أبحاث الرواكب دي اللي هي موجودة غرب مدرمان، اللي هي دي مثال للأراضي الجافة والمتصحرة. كمان عندنا مزرعة اللي هي في صوبة، دي برضو اللي هي مزرعة تجريبية تابعة للمعهد أو هي تابعة للمركز في الأصل. ومزرعة كمان في السليت اللي هي دي مخصصة بغرض الأبحاث. ثاني عندنا وحدة إنتاج سماد العقادين اللي هي دي برضه واحدة من التقانات المنتجة من يمكن أوائل التقانات المنتجة في المعهد. سماد العقادين البكتيري اللي هو السماد بالنسبة للنباتات البقولية، بيؤدي لنا لتثبيت النيتروجين أو تزويد النباتات بالنيتروجين وكمان بالعديد من محفزات النمو بالنسبة للنباتات. فالوحدة دي حاليا هي موجودة في صوبة. عندنا برضو وحدة مكتبة عامة بيستفيدوا منها كل منسوبي المعهد وكمان طلاب الجامعات وكل الاختصاصات بتاعت المعهد بيستفيدوا منها كل الناس بدون أي قيود. يعني كمان في وحدة بتاعت توثيق اللي هي بتختص بتوثيق كل الفعاليات اللي بتتم في المعهد وتصويرها وحفظها بالنسبة للأرشيف بتاع المعهد. زائداً بتقوم بخدمات الإنترنت. زائداً في كمان قاعة بتاعت تدريب وسيمينارات واجتماعات في المعهد. فدي بصورة عامة الإمكانيات الموجودة في معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية. القوة العاملة في المعهد عندنا حوالي 113 لا اللي هي عندنا 75 باحث و 38 تقاني زائد 5 إداريين و 7 من العمال. عندنا نقص في بعض الكوادر، فأسا نحن مؤملين تماما إنه في الحكومة الجديدة لما الأحوال تبدأ في يعني تتصلح يكون عندنا نتم النقص الحاصل عندنا ونقدر لقدام كمان نمشي بصورة أفضل. طيب الأهداف والرؤية العامة بالنسبة للمعهد يعني يمكن نكون إحنا شفناها من العرض بتاع الأجسام اللي هو الغرض الأساسي إنه كيف نحن نجري بحوث تطبيقية. يعني دائما الناس بتقول إنه ليه ما في جهات بحثية كثيرة عندها
برامج بحثية أو مشاريع بحثية مشابهة، لكن لا إحنا بنقول إحنا في المركز القومي للبحوث بصفة عامة البحوث بتاعتنا بتتميز بإن هي بحوث تطبيقية. يعني شنو؟ يعني هي بحوث في النهاية بتنتهي بإنتاج تقانات ملموسة بتكون ك اللي هي تقانات بتأدي لنا لزيادة الإنتاجية أو لتحسين الإنتاجية بصورة ملموسة بالنسبة للمزارعين، بالنسبة للمربي الحيوانات، بالنسبة للناس اللي بيشتغلوا في مجال الأسماك أو في مختلف المجالات، إنه تكون في نتيجة ملموسة. يعني تطبيق مباشر بيساعد في رفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف المجالات. وبيكون طبعاً في إجراء بحوث حول المشاكل البيولوجية والفيزيائية في المجتمع، وكمان دراسات اقتصادية واجتماعية لمختلف المشاكل البيئية، وبيكون في كمان رفع للكفاءة بتاعت السكان في المناطق المختلفة عن طريق التقانات الصديقة بالبيئة. يعني في النهاية نحن هدفنا نحن نستفيد من الموارد الطبيعية بتاعتنا، لكن في نفس الوقت نحسن منها، نطور منها، نقلل من التلوث الممكن يحصل فيها والتدهور الممكن يحصل بواسطة التصحر والمخلفات المختلفة وكذا. نجي للتقانات المنتجة في المعهد. فعندنا تقانات ناضجة، يعني دي هي تقانات طلعت وتم نشرها واستخدامها بين المواطنين في البلد وبين الجهات التجارية أو الشركات الكبرى وكذا. فعندنا في الأسمدة الحيوية للمحاصيل البقولية زي ما أنا ذكرتها سماد العقدين، وهو سماد مسجل عند الملكية الفكرية وبيستخدم حقيقي بصورة كبيرة جدا بين المزارعين وبين الشركات اللي بتنتج المحاصيل الزراعية وبالذات المحاصيل العلفية كمان اللي بتصدر لخارج السودان. في ثاني سماد العضوي المخمر اللي هو سماد قائم على مخلفات أو بقايا النباتات، بيتم عمله وتخميره عشان تزداد القيمة أو الفائدة منه لتحسين التربة في النهاية وتحسين مقدرتها الإنتاجية. ده برضو سماد منتج موجود وفيه عليه طلب مقدر من المزارعين. في البروكوليس ده اللي هو عبارة عن صمغ العسل، اللي هو زي ما قلنا في الباحثة في قسم أبحاث النحل أنتجت منه علاج فعال جداً لجروح السكري. فنحن حتى في الأيام بتاعة الحظر الصحي ده وكده عملنا شيفس للناس عشان يجوا، يعني الناس بيجوا في شكل ورديات، فبيجوا ناس بيقولوا يا أخوانا نحن عايزين العلاج، وإنه هم كانوا مثلاً أقرباءهم أو ذويهم بيتعالجوا بالزمن الطويل من جروح السكري، لكن العلاج ده وممكن في ظرف أسبوع يعني حصل تحسن ملحوظ، وفي عدد من الأطباء فعلاً بيوسبوا يعني. ففعلاً دي من التقانات اللي هي ممتازة جداً في المعهد. ثاني في زي ما قلت في قسم اللي هي إنتاج المحاصيل تم إنتاج 4 أصناف وتم تسجيلها، اللي هي من الدهن مبكرة في النضج وكمان بيتحمل الجفاف، ودي اللي هي طبعاً مناسبة جداً للمناطق المتصحرة. كمان عندنا في قسم أبحاث التلوث البيئي، أبحاث دراسات التلوث البيئي، التلوث البيئي جرة بتاعت فقارة اللي هي زير اللي هو أنتجته برضو اللي هي زميلتنا في القسم ده. الجرة دي أو الزير ده يعني عنده خاصية ممتازة جداً اللي هو عبارة عن زير مكون من قسمين، اللي هو الزير بتاعنا العادي ده لكن في النصف فاصل بتاع فقار من نفس مادة الزير ذاتها، بيأدي لنا تنقية المياه، لأنه زي ما عارفين إنه الناس يقول لك موية النقاع، النقاع بتاع الزير الموية بتاعته أنقى من الموية الفوق، فبالعكس نحن بنشرب الموية قبل تنقيتها، والموية اللي بتكون نقية بتنزل تحت نحن بنتخلص منها. فالزير ده كانت يعني فكرة ممتازة جدا من زميلتنا سعاد في القسم، اللي هي عملت فاصل في النص بالفخار والجزء تحت عملت له ماسورة، وبيجي إنه الموية النقية موية النقاع دي محفوظة بصورة جيدة جداً وآمنة، وعملت عليها على الموية دي عدد من الدراسات من حيث إنها هي الموية دي التلوث فيها قدر شنو، الأملاح فيها قدر شنو، هل فيها ميكروبات ما فيها،
مستوى العكوره بتاعتها وفي مختلف ايام الفيضان وكده بيكون مستوى العكوره في المويه حتى بيجينا في المواسير عالي جدا. فهي عملت تجارب على المويه اللي بيتم تنقيتها بواسطه الزير ده في مختلف المواسم وكانت فعلا يعني الفرق كبير جدا فرق ممتاز. فهي تلقانا فعلا تستحق وتستاهل انه تنتشر والناس يستفيدوا منها. وبالذات كمان احنا بنوعنا بسكان المناطق اللي بيكون فيها الدخل محدود والظروف البيئيه عامه هي ظروف ضاغطه يعني. عندنا ثاني سلالات محليه فعاله من بكتيريا الباسيلس اللي هي واحده من التقانات المنتجه في قسم المبيدات والاسمده الحيويه. البكتيريا الباسيلس ثورنجنسيس يمكن يعني عدد كبير من الناس بيعرفها انها عندها فعاليه عاليه بالذات كمبيد حشري يعني عنده فعالية عالية جدا. وهسه حاليا مثلا الناس بتقول لك البي تي كوتون وما ادري كم البي تي كوتون اللي هي فعاليتها يمكن ضد دودة اللوز وضد عدد ثاني مقدر من الآفات الزراعية مثبت عبر عدد كبير جدا من الأبحاث. واحنا هنا في الجسم فعلا يعني اثبتت فعاليتها العزلات اللي هي تم انتاجها دي واتجربت في عدد من المناطق وحتى مع عدد من الشركات بتاعت الإنتاج الزراعي. وهسه حالياً هي تقانة فعلاً ممتازة وتم التأمين على أهميتها وعلى فعاليتها. عندنا التقانة الأخيرة هنا اللي هي تقانة حفظ العينات البيولوجية باستخدام مادة الراتنج. دي برضو اللي هي قامت بها زميلتنا نسرين في قسم المبيدات والأسمدة الحيوية. التقانة دي جد يعني هي تقانة جميلة جدا يعني إنه لو نحنا كان قدرنا نوري عينات اللي هي لو عندنا أي عينات بيولوجية من حشرات وكده معينة بتقنية محددة وبعد كده بتضاف لها مادة الراتنج بطريقة معينة وبتتحفظ زي كأنها يعني تقول شنو يعني زي المستحاثات القديمة لكن بصورة نقية وجميلة. وفعلا بتمكننا من أن نحتفظ بالعينات البيولوجية دي اللي يعني زمن طويل جدا يعني لما شاء الله يعني. فكانت فعلا من التقانات الجميلة والمفيدة جدا يعني. احنا ممكن يكون عندنا متحف احنا نحافظ به على مواردنا الطبيعية من العينات البيولوجية بتاعتنا وتكون هي متاحة بالنسبة للدراسة وبالنسبة للأبحاث بصورة جيدة. غير كده عندنا عدد من التقانات اللي هي بقت شبه ناضجة يعني تمت عليها العديد من الدراسات والأبحاث لكن لسه فضل لها بس خطوة من البحث لتأكيد الفعالية. فدي برضو تقانات يعني جيدة جدا وواعدة نتمنى إنها في القريب العاجل إنها ترى النور كتر ناضجة. يمكن دي صورة بتوضح إن هنا العسل من الخلية بتاعته والسماد العقدين وهنا ده النيم اللي هو بيستخلص الزيت بتاعه أو بيستخلص بواسطة الماء وبتنتج منه مواد فعالة ضد الآفات الزراعية المختلفة وحتى الآفات بتاعة المخازن وهي فعالة جدا يعني مختلف مستخلصات النيم يعني ذات كفاءة عالية جدا. ويمكن برا النيم ده طبعا مستخدم بصورة كبيرة جدا وفي شكل مستحضرات مختلفة يعني حتى في أغراض إنه التزيين يعني كوسمتكس كده. المعهد عنده عدد من المشاريع. طبعا زمان كان النظام إنه يكون عندنا مشاريع أو خطط بحثية بتاعة أبحاث مستمرة. الآن درجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على انها تطرح اللي هي مشاريع الناس تقدم لمشاريع وبيتم اختيار عدد من المشاريع للتمويل. والمشاريع دي انواع مختلفه يعني نحن حاليا في القسم يعني الابحاث اللي تم تمويلها يمكن هي زي 9 مشاريع في مختلف الانشطه بتاعه المعهد. وغير كده عندنا مشاريع ثانيه غير اللي هي المشاريع اللي بنسميها شنو يعني بيكون فيها مجموعه من الابحاث مشاركين فيها. عندنا مشاريع ثانيه اسمها مشاريع الشباب وبرضه هي دي مشاريع مموله من الوزاره لكن بتكون هي مشاريع صغيره وبيكون مسؤول منها واحد من الباحثين الشباب وبيكون الى جانبه فيه عدد
من الباحثين، لكن المشروع بيكون محدود، بيكون فترته محدودة نفسها. فعندنا مشروعين من المشاريع دي، اللي هو مشروع ساكنات النباتات اللي هي الاندوفايتس كمحفزات نمو وعوامل مكافحة أحيائية ضد الآفات الرئيسية لنخيل البلح. وعندنا المشروع الثاني اللي هو التركيب الأولي لجينوم نبات الكركدي. إضافة للمشاريع دي عندنا كمان حاضنة اللي هي دي تم إجازتها للتمويل وكذا، اللي هي حاضنة اللي هي مدينة اسم كومتوب رباعي التأثير، اللي هي دي المشروع ده فيه استخدام المخلفات العضوية المخمرة بإضافة أحياء دقيقة بتعمل لنا على زيادة إتاحة العناصر، يعني اللي هي زي الأسمدة الحيوية نضيفة لها برضو اللي هي الأسمدة الميكروبية، وغير كده كمان في الميكروبات اللي بتعمل لنا على مكافحة الآفات الزراعية. فدي كلها، وزائدا إنه ميكروبات تعمل لنا كمان على تحفيز نمو النبات. يعني مقارن بالأسمدة التقليدية، سواء كانت اللي هي الأسمدة العضوية التقليدية أو الأسمدة بتاعتنا الميكروبية اللي إحنا بنعرفها، أو اللي هي المبيدات الحيوية اللي برضو اللي إحنا متعارفين عليها. فده عبارة عن مزيج من ديل كلهم مع بعض، وحتكون في مقارنة بين كل المكونات دي عشان نشوف الأفضل بالنسبة لينا. شو في تاني مشاريع تانية اللي هي دي مشاريع بتمول من المالية مباشرة، اللي هي عندنا مشروع عمل وحدة ونموذج لإنتاج السماد العقدين، ده كان بتمويل وزارة المالية، على أساس إنه هي بتتبنى التقانات الناضجة وتعمل منها مشروع بعد شوية يكون هو نموذج بالنسبة للقطاع الخاص، إنه ممكن يرى في التقانة دي أو في الإنتاج ده يعني شيء واعد بالنسبة له، وممكن هو يشارك فيه أو يتبناه أو يساهم فيه، على أساس إنه يطور على نطاق واسع، وإنه يكون في large scale production بناء على النموذج اللي إحنا بنعمله ده. في تاني مشاريع ممولة من خارج الوزارة، في اللي هي مشروعين في الحتة دي، اللي هو مشروع تطوير الأمن الغذائي في المناطق شبه الجافة بالسودان من خلال إدارة الأعشاب المتطفلة، اللي هو ممكن بالذات عندنا طفيل أو حشيشة البودة، وإلى جانب البودة برضو بنفس النسق في اللي هي حشيشة الهالوك، اللي هي ده اللي بيعملوا الاثنين بنفس تقريبا النظريات. فبالتالي المشروع بيشملهم الاثنين، لكن في تركيز أكثر على البودة اللي هي يمكن هي الأكثر فتكا بالعيش في السودان، ويمكن حاليا برضو البودة دي بدت كمان تمشي على القمح، ودي من حاجات الخطرة جدا. ففي مشروع اللي هو بالتعاون مع منظمة جايكا اليابانية، المشروع ده كان في جزء أول منه كان في جامعة السودان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، والجزء الأول انتهى، وحاليا الجزء الثاني يمكن في منتصف المدة بتاعته، واللي هو بيقى المركز القومي للبحوث هو اللي هي الهيئة المستضيفة بالنسبة له. ففعلا الأبحاث اللي تمت في المشروع ده مقدرة جدا، وأدت لنتائج يعني أسا نحن يعني زي بقولوا قاب قوسين أو أدنى من إنه نحن ننتج تقانة منه. فالنتائج واعدة جدا، وإن شاء الله زي ما بقولوا مبشرة يعني. وفي نفس الوقت بنفس النظريات وبنفس الأبحاث ممكن إحنا نكافح عدد من النباتات المطفلة على المحاصيل في السودان. المشروع الثاني هو كان مشروع بالتعاون مع أو هو شكل تعاقد مع وزارة النفط والغاز، اللي هو مشروع كان لمعالجة الأراضي الملوثة بخام النفط، اللي هو ده كان مشروع مشترك فيه عدد من الأقسام في المعهد، كان بيشتمل على معالجة ميكروبية بالنسبة للأراضي الملوثة بخام النفط، ومعالجة بواسطة الأسمدة العضوية والمواد العضوية، ومعالجة بواسطة النباتات اللي هي بنعالج مخلفات النفط نفسها، وفي نفس الوقت كمان المعادن الثقيلة اللي بتنتج مع المخلفات بتاعة صناعة النفط.
المشروع فعلا يعني الجزء الأول منه أنجز، اللي هو على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت مرحلة أبحاث معملية، المرحلة الثانية اللي هي زي مشروع برضو نموذج أو هو بايلوت بروجكت على أساس إنه الناس تطبق على الطبيعة ومنها ينتشر اللي هو البحث أو تنتشر التقانات المنتجة منه على جميع المناطق اللي فيها تلوث بالنسبة تلوث بخام النفط. يعني أنتج المشروع ده عزلات ميكروبية فعالة جدا عندها المقدرة لأنها تخفف حوالي 97% من التلوث بالنفط بعزلات بكتيرية منفردة أو مختلطة. وكمان برضو المكونات الثانية اللي هي الأسمدة العضوية أدت برضو فعالية عالية في خفض التلوث بخام النفط. كمان استخدمت نباتات عندها المقدرة على تحمل تراكيز عالية من النفط وفي نفس الوقت بتقلل من المعادن الثقيلة اللي بتفرز أثناء صناعة تكرير النفط أو استخراج النفط. فكان فعلا يعني مشروع ناجح جدا، وإحنا كنا حقيقي مبسوطين بأنه إحنا قدرنا نطبق الدراسات بتاعتنا على الأرض وعلى الطبيعة، لأنه كان عندنا إشكالية حقيقية في أنه نحن وين نلقى أرض ملوثة طبيعياً نحن نجري عليها الأبحاث بتاعتنا. فده كان مصدر سعادتنا حقيقة يعني قبل حتى ما تظهر النتائج. فده كان بحث يعني حقيقة أنا مبسوطة منه جداً يعني. نجي لعلاقة المعهد. معلش يا دكتورة رندا، ممكن بس ترجعي وين لقيتوا؟ مرحب اتفضل دكتور. لقيتوا وين قسم حته ملوثه بالبترول؟ مرحبا. انا زي سمعت كلمه البترول بس ما سمعت باقي كلامك. أيوة. لقيتوا وين حته ملوثه بالبترول عشان تجروا على البحث؟ ايوه تمام، سؤال جميل جدا. نحن المشروع ده كان بالتعاون مع وزاره النفط والغاز، واللي هم عندهم في منطقه هجليج اللي هي الأراضي اللي بتكون مثلاً متاحة للآبار بتاعت استخراج النفط، بيكون في يعني زي ما بقول عليه شنو spills أو بيكون في نفط يعني مدفق بجنب الآبار، وكل مثلاً الخط بتاع التوصيل وكده في يعني مختلف المراحل بيكون في نفط على الأراضي، أو مرات حتى بيحصل مثلاً يتكسر الخط بتاع الأنابيب في منطقة ما. اللي بيعملوه إنه هم مثلاً بيشيلوا كل الأراضي أو التربة السطحية دي، وعندهم حتة بتاعت زي ما تقول عليها شنو هي dumping site، بيردموا فيها كل التربة دي، وبعد ذاك هم شيتس بلاستيكية على أساس إنه تمنع تسرب النفط او مثلا السوائل اللي بتنتج من التربه دي لو حصل مثلا جات امطار او كده وما تتسرب بين التربه دي. فهم عندهم بقت اطنان من التربه دي ومحتفظين بها، وبعد شويه طبعا يعني ما حيعرفوا يودوها وين. فكان لازم يكون في طريقه معالجه، والمعالجه الميكروبيه طبعا او المعالجه الحيويه بصوره عامه يمكن هي من افضل انواع المعالجه. ليه؟ لانه نمره واحد هي صديقه بالبيئه، يعني نحن لا حنستخدم كيماويات ولا حنستخدم مثلا الحرق اللي هو ممكن ينتج لنا ابخره سامه، او هو حتى ذاته بيتطلب طاقه كبيره جدا والتكلفه بتاعته صعبه، لانه بنحتاج نحن ننقل التربه دي بالكميات الكبيره دي، وده برضه بيزيد من التكلفه. لكن المعالجات الحيويه او الاحيائيه بصوره عامة هي معالجات آمنة بالمعالجات الفيزيائية أو الكيميائية، والاستخدام بتاعها سهل، يعني ممكن أنا أستخدمها في الموقع نفسه يعني on site ممكن استخدامه وما بيكون في مشكلة. اللي هي التقنيات اللي احنا استخدمناها زي ما قلت لك، اللي هو استخدمنا ميكروبات واستخدمنا نباتات واستخدمنا مادة عضوية. فكان الكلام ده في منطقة هجليج. التربة اللي عملنا عليها دراسات ذاتهم هم بيجيبوها لنا ناس وزارة النفط عندنا في المعمل، ونحن بالأول طبعا مشينا زيارة ميدانية لمنطقة هجليج وشفنا على أرض الواقع التربة الملوثة وفي أماكن حفظها عندهم هنا، وجبنا منها عينات، وكل ما كنا بنحتاج لعينات للشغل
هم بيجيبوها لنا مشهورين، وهو كان اتفاق بيننا وبينهم علشان انهم هم نتيجه لاهتمامهم بالبيئه وبالمعالجات البيئيه بالنسبه للاراضي الملوثه، هم يعني اخذوا على نفسهم انهم لازم يعالجوها بصوره علميه وبصوره امنه بيئيا، فده اللي هو حصل. في سؤال ثاني بخصوص ده دكتور؟ انا والله very interested في الحته دي تحديدا، لما بتذكر قريباتي كان في اويل سبيل في روسيا، روسيا في روسيا اي انت لما تكون في ديزاستر كبيره دي معناه انت يو ار ان بزنس، مش كده؟ انت كريسيرشر ولا عندك تكنولوجي؟ فقلت لك انت باقي كلمه تكنولوجي. اي قلت لك انه لما تكون في ديزاستر لها علاقه بتكنولوجي انت بتنتجها، فانت يو ار ان بزنس، يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. تماما. فهل انت انتهيتي من البرزنتيشن خلاص؟ لانه في زي تريليون كويشن كده. اسئله؟ قلت لك انا almost انتهي من البرزنتيشن وبعدين نجي للاسئله. جدا. اوكي ذيس از جود. طيب انا هنا كنت في علاقه المعهد بين الطلاب. المعهد طبعا بيقدم عدد كبير جدا من الخدمات بالنسبه للطلاب او حتى لغير الطلاب، بيقدم اللي هو دورات تدريبيه او حتى مثلا ساعات محدوده. مرات نحن بنعقد دورات تدريبيه بالنسبه للطلبه او حتى دورات تدريبيه بالنسبه للناس الشغالين مثلا كمرشدين زراعيين، او مرات بيكون في ناس تبع البنوك مثلا البنك الزراعي كده. ففي مختلف مجالات المعهد نحن بنقدم تدريب طلبه، وفي طلبه بيجوا بيعملوا دراسات عليا باشراف من اللي هو منسوب المعهد، وغير كده بيكون في برضه يعني امتحان لطلبه بتاع دراسات عليا وما الى ذلك. فمشاركه المعهد كبيره جدا بالنسبه للطلبه وللتدريب بصوره عامه. غير كده برضو بيكون في عدد من الجهات اللي هي بتجي الاستشارات وتقارير فنية من المعهد، وفي شركات بتجي برضو بتطلب تحاليل محددة بتدعم لها في مختلف معامل المعهد، وكمان بصورة أساسية في المعمل المركزي التابع للمعهد. فده كله عبارة عن خدمة بتاعت مجتمع. وكمان لجانب ده التقانات الناضجة بنقوم بنشرها وحتى تسويقها، اللي هي التقانات اللي هي عندها زي ما بيقولوا عائد أو مردود تجاري بننشرها، لكن دائما بنتحرى إنه تكون بأقل تكلفة عشان نحن في النهاية دايرين ننشر الوعي البيئي وننشر التقانات الصديقة للبيئة، نزيد بها الإنتاجية بتاعتنا وفي نفس الوقت نكون حافظنا على مواردنا الطبيعية. طيب نجري على علاقة المعهد المؤسسات العلمية في الداخل والخارج. المعهد يعني عنده تعاون كثير مع مختلف المعاهد البحثية، سواء كان طبعا داخل المركز القومي للبحوث أو حتى مثلا مراكز الأبحاث الثانية مع الجامعات سواء كان محلية أو إقليمية أو حتى عالمية. وحتى عندنا كان معاهدة بتاعت إنه عمل أو تعاون مشترك مع جامعة السودان. هسه حاليا عايزين نفعلها، وعايزين برضو نعمل ثاني علاقات بتاع التعاون مع جامعات ثانيه كثيره. كمان المعهد بيقوم بتنظيم عدد من الورش والسيمينارات والمؤتمرات العلميه، ده كله بغرض نشر المعلومه سواء كان داخليا او خارجيا، وكمان تبويد العمل. يعني كل ما كان الزول حصل له زي ما بقول احتكاك بناس في المجال بتاعه في مناطق مختلفة بيزيد من الخبرة بتاعته ومن اللي هو معلوماته. مشاريع التعاون الخارجي اللي هو أنا كان ذكرتها قبل كده، عندنا مشروع هو مع منظمة جايكا اليابانية، وكمان برضو في مشروع مشترك أو زي تبادل كده علمي مع جامعة مونتانا الأمريكية. النشر العلمي المعهد عنده مجلة علمية بتصدر، يعني يمكن من تاريخ انشاء مش هي مجله علميه وانما هو التقرير العلمي السنوي، من تاريخ انشاء المعهد تقريبا التقرير ده بيصدر بصوره سنويه راتبه بيضم كل النشر العلمي وكل التقارير والتحاليل، المهم كل انشطه المعهد بيضم كان التقرير الى جانب النشر العلمي القام به هو المنسوبين المعهد.
بعد كده المعهد قام أصدر مجلة متخصصة في مجالات البيئة ومحكمة. المجلة دي اسمها مجلة البيئة والموارد الطبيعية العالمية، الاختصار بتاع Enrich. والمجلة دي صدر أول عدد منها سنة 2016، وتمت استضافتها في بوابة المعرفة السودانية في السودان Knowledge في الموقع الإلكتروني بتاع جامعة ساسكس. بعد كده اللي هو عندنا المطبقات اللي هي برضو من المنشورات بتاعة المعهد. مختلف الأقسام عندنا، عندها المطبقات اللي هي بيتكلم عن الخدمات وعن الأبحاث الموجودة في القسم المعني. طيب يمكن كده أنا وصلت لنهاية البريزنتيشن وبانتظار الأسئلة. تفضل دكتور. يعني شكرا كثير على البرزنتيشن، يعني very comprehensive. الله يبارك فيك. أنا مبسوط جدا لأنه أنا جيتكم قبل كده في المعهد في المركز، كان قدمت محاضرة عن الباحثين السودانيين وكده. والله أنا وصلت أكثر كمان. لكن ما كنت عارف إنه بصراحة يعني الشغل ده كله موجود وكده، والبحوث نفسها اللي بتجرى في الأقسام المختلفة والبتاع كلها حاجات ريليتابل. الواحد بحس إنه يا أخي والله داير أشوف أعرفك عن العسل، داير أستخدمه. دي يعني عندي جروح بتاع السكري، فالعسل ده بالنسبة لي يعني أسي حاجة كده طوالا بدي أفكر فيها. بهناك السماد دول بيزرع. هسه انا كنت في اثناء هنا رسلت لامين جعفر اللي هو مؤسس جروب الزراعه السوداني، فواجهته بس مشكله انه ما قدر ينزل زوم لسبب هذا الريع. يا سلام. فهو يفترض انه كان يجي داخل، لانه انا عارف انه عندهم يعني عدد من الاسئله بتكون ريليفنت. احنا انه يكون في استثمار جماعي لكل الناس في الزراعه وكده. هاي فحاجه زي دي بيكون طبعا المركز يعني اساسي. طيب نجي للاسئله. يس تفضل. طبعا يعني برضو من الحاجات اللي اقولها لك انه الباشن الطالع من صوتك وانت بتتكلمي دي حاجه غير ريماركبل. يعني والله العظيم يعني الواحد بيشعر بسعاده شديده جدا لما يلقى الريسيرشر نفسه يعني مبسوط من الحاجه اللي هو بيعمل فيها وبراود اوف ذيس اند ذات كده. طيب والله شكرا، انا مبسوطه فعلا. الله يديك العافية يا ربي، ربنا يسعدك دائما ويسعدكم جميعا يعني المركز القومي جميعا يا رب والسودان كله يا رب ان شاء الله يا رب. طيب في البرزنتيشن بتاعتك في حاجات مثلا محاصيل اللي بيقولوا عليها النقدية تجيب قروش كثيرة دي. أيوة. ما شفتك ذاكرها كله ناس الصمغ العربي والسمسم والقطن، هل في ابحاث عنها ولا دي خلاص البحوث بتاعتها عبرت؟ لا هي طبعا بالنسبه لانه الزراعه التقليديه او العاديه في البلد هي صح فعلا عبرت، لانه عندنا ما يعني بيقولوا على شنو حياه البحوث الزراعيه. طبعا هي الجهه الاوثرايزد انها هي بتنتج التقانات والحزم التقنيه للانتاج وكده، لكن احنا انا قلت التميز بتاع المركز بصفه عامه انه هو بياخذ الجانب بتاع البحوث التطبيقيه، وكمان احنا هنا في المعهد البحوث اللي لها علاقه بالبيئه. يعني احنا دائما بنقول الهدف بتاعنا الاساسي كيف نحافظ على البيئه، كيف نحافظ على الموارد البيئيه بتاعتنا. يعني انا هسه ممكن اقول لك مثلا الفول المصري، والله انا ممكن اضيف له هو مثلا قول شوالين يوريا وما بعرف ثاني السماد شنو كيميائي، واحصل على انتاجيه كبيره جدا، لكن في نفس الوقت انا ممكن اخسر التربه بتاعتي دي لو انا مثلا سنة سنتين ثلاثة بستخدم أسمدة كيميائية، هأخسر التربة بتاعتي. ممكن برضو عمل على تلويث المصادر الموية اللي هي بتمشي لها الموية اللي بتطلع من الحقول دي، أو اللي هو بيقول عليه شنو إنه الموية تمشي لطبقات الأرض السفلى وبتلوث بها كمان المياه الجوفية. غير كده كمان أنا لو حسبت التكلفة والعائد بلقى إنه ممكن يكون والله العائد مع التكلفة هنا أقل من العائد لو أنا استخدمت التقانات الصديقة للبيئة أو الأسمدة الحيوية. بلقى إنه ممكن يكون الإنتاج أقل لكن العائد أكبر. ليه؟ لأنه هنا التكلفة محدودة جداً وبسيطة، لكن في نفس الوقت الإنتاجية كانت كبيرة كويس. فأنا لو حسبت الحسابات دي بلقى إنه فعلاً الأسمدة الحيوية أو التقانات الصديقة للبيئة يعني they win. فالناس طبعاً ما قاعد تحسب الحاجة دي، لكن حالياً غاية بدأ يكون في نوع من الأويرنس، أو حتى
مثلا اقتصاديا الناس بقت انه تفكر فيه، الناس اللي بتصدر المواد الغذائيه او مثلا العلاف وكده بتصدرها للخارج كمان بتخد في بالها تماما ما يكون في تلوث، ما يكون في متبقيات مبيدات في او مثلا اسمده بتراكيز عاليه في النباتات او في الاغذيه اللي بتصدر بي. فيبقى نحن هنا ده جانب اللي بيهمنا انه نحن ننتج انتاج عالي، لكن في نفس الوقت مع المحافظه على المنتج نفسه يكون هو امن وما يكون فيه كيماويات عاليه، في نفس الوقت نحن نحافظ على الاراضي بتاعتنا والمياه، يعني في النهايه نحن حافظنا على المنظومه البيئيه كلها وزدنا من الانتاجيه بتاعتنا، قللنا من التكلفه بتاعتها، وفي نفس الوقت كمان زدنا من الارباح بتاعت المنتج. فدي احنا ابحاثنا ماشيه فيها، دائما بنقارن في ابحاثنا ما بين طرق الانتاج اللي هي الموصى بها مثلا بواسطه هيئه البحوث او مثلا توصيات عامه المتعارف عليها والتقانات بتاعتنا اللي احنا بننتجها، بنقيمها من حيث الانتاجيه، من حيث الجوده، من حيث حتى التكلفه اللي هو التقييم الاقتصادي. فده كله بيحصل عشان احنا في النهايه نقول والله حاجتنا اللي بننتجها دي فعلا هي اخواننا بتزيد لكم انتاجكم، بتزيد الارباح، في نفس الوقت كمان بتحافظ على البيئه، ودي الحاجه المهمه. تمام. شايف بروفيسور عزت، دكتور عزت رافع يده، عندك اضافه في الحته دي؟ لانه عندي اسئله لسه كثيره. فتحنا لك المايك يا دكتور. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله اخواني واخواتي الباحثين. الحقيقه الواحد يعني برضه يمتد يعني او يضم صوته لسعاده الاخت رندا والاخ انور المشاركين. كيف احوالكم؟ طبعا هنا الوقت بدري جدا وهسه شربنا الشاي ودابنا وبنعاين وبنستمتع بالوجبه الصباحيه دي الدسمه. الحقيقه طبعا يعني يمكن الحته بتاعت المحاصيل النقديه اللي ذكرها الاخ الدكتور انور، يمكن حكايه التداخل والقبليه المهنيه ومشاكل الباحثين في بياناتهم. طبعا زي ما ذكرت اخوتنا رندا انه يعني الناس ما قدرت تتدخل في حتات بتاعت بحوث بتاعت يعني جهات ناس ثانيين. ايوه الناس شغالين يعني. الا شو ما كنا احنا سودانيين يا اخوانا. لا مثلا اذا انا عاوز مثلا سايت عشان اعمل فيه البحوث الزراعيه الخاصه بالمحاصيل النقديه، يفتكر دي زي الملك مسجل لهيئه البحوث الزراعيه، وهم اللي بيعملوا التقانات وهم اللي بينشروها عبر المزارعين اللي موجودين عندهم في الحقول. فيبقى تدخلنا يمكن يكون يعني حته بتاعت شراكه، يعني اذا عملت شراكه سي مع واحد من الاجسام الموجوده في هيئه البحوث الزراعيه فيما يختص ب يعني انتاج القطن او السمسم او اي كان محصول، فافترض يعني تكون شيء متفق ما بيناتنا وكده، واحنا نشتغل كلهم في اتجاه على اساس انه الهدف يكون واحد فيما يختص طبعا بالصمغ العربي. في ناس هيئه بحوث بتاعت الغابات دي شغاله فيه وكده، فيمكن المركز القومي للبحوث وهدفه يعني من الاول بديناه من زمان على اساس انه بيشتغل في ارياز الناس الثانيين ما اشتغلوا فيها. فيمكن ده واحد من الاهداف اللي يعني قام عليها المركز وبحوثه كلها، يعني قامت في ارياز يعني الناس ما جايين تاكل يعني بصوره كده مباشره على اساس انه يشتغلوا فيها وكده. وهنا عندنا امثله، حكايه الكومبوست، حكايه السماد بتاع العقدين، حكايه الريوز بتاعت الموارد المائيه، ومثلا زي المياه المجاري والحياه زي دي، يمكن الرندا ما تطرقت لها كثير، ودي انا اعتز بها جدا انه كان بحث رائع جدا في هيئه في مركز او سوري في معهد ابحاث البيئه، اللي هي كان الناس يعني عملت ريوز بتاعت مياه يعني التريتد ووتر بتاعت سوبا، وكان عندنا مزرعه تجريبيه هناك واشتغلنا عليها وانتجنا علاف باستخدام مياه معالجه، يعني اللي هو احنا باستخدامنا لهذه المياه المعالجه طبعا وي سيفت ووتر اللي هي الووتر الفريش، واستخدمنا ديك على اساس انها تضيف للارض نباتات هنا موارد يعني جديده ونيوترينس احسن، وبعدين نقلل التلوث اللي بيحصل من جراء تلك السويتش ووتر وكده. فطبعا ده تقريبا زي ما قلتها هو
الحتات المتفردة اللي بيتفرد بها المركز القومي للبحوث ومعاهد مختلفة ومراكز وأقسام مختلفة اللي هي حاجات يعني زي ما قلت ما زي دي أنت يعني ناس تانين ما اشتغلوا فيها وإحنا نحاول يعني نرسخ الحتة دي لكن برضو موضوع الشركات ده موضوع مهم يعني بنشتغل مع ناس البحوث الزراعية بنشتغل مع بحوث الأسماك بنشتغل مع حياة بحوث مختلفة وهو نوع من التنسيق والشراكة لكن ما بيشيل حقهم ونقوم نشتغل في مثلا في تقارب بتاع القطن يعني مستحيل ولا هفتخر حيرضوا هم. شاكر لكم كثير لتحت الفرصة لي للتداخل شكرا جزيلا. الله يديك العافية دكتور شكرا جزيلا. شكرا دكتور عزت. دكتور أنور ممكن أنا أعلق على كلام دكتور عزت طوال تفضل يلا فعلا يعني كلام مهم جدا ودي الحاجة اللي أنا قلت إنه ممكن المعهد يعني عنده تميز المركز عموما يعني تميزه في إنه يشتغل في الحتات اللي هم الناس ما اشتغلوا فيها عشان في المقام الأول إنه فعلا إحنا ما نتغول على اختصاصات الناس الثانية عشان كده أنا قلت لك إنه إحنا مثلا الفول السوداني أصلا إحنا محاولين تماما إنه إحنا نحسن من جودة أو إنتاجية الفول السوداني لكن بطريقتنا إحنا يعني وفي نفس الوقت بناخذ بالاعتبار يعني دائما لما نيجي نعمل تجربه بنسال انه شنو توصيه هيئه البحوث الزراعيه بنقوم نعمل مثلا البحوث الزراعيه وصت بكذا مثلا كيلوغرام من السماد الماء المعين في الفدان نحن بنعملها التوصيه بتاعتهم زايده مثلا نص الكميه مع الاسمده بتاعتنا المهم المختلفه الكومبينيشنز على اساس انه نحن عارفين تماما انه هم الجهه اللي بتنتج او بتصدر الباكجز لكن احنا كمان دايرين برضو إنه كمان نميل على البيئة نحافظ عليها وفي نفس الوقت كمان ممكن إحنا نعمل بالتوصياتهم دي بالتقليل منها مع التقانات اللي إحنا بننتجها. دكتور عيزة طبعاً هيتكلم عن المعالجة المياه وطبعاً زمان كان عندهم صولات وجولات كان ناس دكتور عيزة بمشوا المحطة ويجوا راجعين محطات كيلو 10 وكده أنا ذكرت الحتة دي لكن يمكن ما أسهبت فيها فشكراً له كثير في ذكرى وفعلاً كان عندهم كمية من الأعلاف والنباتات المنتجة وهم فعلا يعني درسوا لنا إمكانية استخدام الموية اللي هو التدوير بتاع النفايات أو الملوثات يعني وين ممكن يستخدموا الراسب الطيني ده في شنو وكذا وممكن يكون يشوفوا هو ملوث قدر شنو أو لا فشكرا له كثير شكرا لك دكتور عزة فأنت موجود معنا ومرحب بك كويس إنه سمعنا صوتك يعني من على البعد نعم موجود دكتور عزة طيب دارس على كتير الآن إدارية مديرة المركز أيه. المشاكل اللي عندكم شنو؟ طيب طبعا يعني الواحد انداحي يقول في التيو لأنه عيني بس keep in mind يعني keep in mind حاجة واحدة عشان نعاين للصورة الكبيرة نحن الهدف بتاعنا بتاع السلسلة دي وبتاع إنه الناس تعرف المركز القومي للبحوث والهيئات والمعاهد التابعة له لكن احنا نتكلم في فريم ورك بتاع مجتمع بحثي علمي سوداني في مجموعة فيها 600,000 وناس قاعدين في حتات مختلفة لو سمعوا المشكلة ما يجي معاه الحل بالضبط ان شاء الله فايف كيب ان مايند الكلام ده ما عيني الحتة اللي حوالينك الصغيرونة عيني اللارج جدا اوكي جو اهيد جدا جدا طبعا الناس كالعاده برضه زي بيتكلم عن انه الامكانيات وما ادراك ما الامكانيات طبعا اكيد يعني في كل السودان الامكانيات هي العائق نمره واحد غير كده احنا عندنا مشكله مثلا عايزين نشتري اجهزه حتى لو لقينا مثلا قروش عشان نشتري بقى الاجهزه عندنا مشكله كبيره طبعا هي مشكله متعلقه بالحظر الامريكي وبتاع يعني قبل كده احنا كان عشان نجيب اجهزه من مثلا قول المانيا من كده يعني بتجي بلفه طويله عشان هنا تجينا في السودان دي واحده من المشاكل غير كده نحن المركز حصل فيه توسع كبير جدا فبقت ذات المساحه الموجوده يعني بقت ما كافيه الناس عايزه مساحه اكبر وتكون هي مساحه اساسا مجهزه بطريقه هي موائمه جغرافيا موقعكم وين اساس مبنيه كمعامل جغرافيا نحن في شارع محمد في العمارات شارع محمد نجيب لكن نحن في الجزء بتاع الديم فاتحين مباشره على شارع 57 في شارع محمد نجيب
فاتحين مباشرة على زلط محمد نجيب في شارع 7 بيلدينج عمارة بيلدينج عمارة أربع ثلاثة طوابق اللي هي كانت أصلاً تابعة للبنك العقاري يوما ما، لكن في نهاية هي حالياً تابعة للمركز القومي للبحوث. يعني هي كانت عمارة مبنية على نسق سكني. فإحنا طوعناها ما معمولة كريسيرس في النهاية. لا 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 نهائي نهائي. طيب دي واحدة من الإشكاليات طبعاً. ممتاز. طيب من ناحية أوكي شكرا جزيلا. بالإضافة لأنه طبعا بتنقص من الأجهزة، يعني الأجهزة بتكون متطورة بتكون محتاجة لها، ده شيء نحن عايزين نعمله. فيا ريت الأجهزة دي مثلا أدينا أي نموذج لجهاز ممكن تكون والله أخي ممكن ينفع طوالي في بحثي شغال ولا بحثي واقف عشان الجهاز ده ما في ولا كده. طيب يلا هسه مثلا زي البحث بتاع النفط اللي أنت يعني كيفت منه ده، نحن كان ده ما جاي وده أنا بكتيريا جميامة تحليل تحليل بس يا هذا تحليل العينات بتاعت يعني مثلا بتاعت نفط، يعني اي عينه فيها نفط نحن بنكون دايرين مثلا نحللها، مش عشان نعرف انه النفط ده والله كميته كم، عايزين نعرف الفراكشنز اللي جواه دي. وانا لو عملت له معالجه، المعالجه بتاعتي دي والله اسهمت في انها تقلل يا تنوع من الفراكشنز بتاعت النفط. يعني النفط ده فيه مركبات بتاعت يعني مركبات هيدروكربونيه فيها كربون، اعداد ذرات كربون من يعني 5 ذرات كربون لحد كم 40 ذره كربون، فدي مختلف الفراكشنز في رينج واسع جدا. اللي بيحلها واللي بيحللها اللي هو جهاز الجي سي ام اس كويس. فالجهاز ده حاليا برا بقى حاجه عاديه، لكن احنا بالنسبه لنا عشان هو اصلا موجود مثلا في معامل النفط، يعني ممكن تلقى انه في لود عالي جدا عليه، ما تلقى لك فرصه انك تحلل عيناتك الا بعد فتره طويله. غير كده انه مثلا العينه الواحده عشان يتم تحليلها مكلفه جدا جدا. هم طبعا في البحث المشترك اللي احنا عملناه معاهم هم اللي قاموا بالتحاليل، ولو ما كده نحن كان يعني نحن مش جهه بحثيه او جهه حكوميه او اي شيء، ما كان حنقدر نفي بتكلفه التحاليل دي. فدي واحده من الحاجات المهمه جدا، يعني ما عندنا جهاز مثلا جي سي ام اس، يعني احتمال يصير في محاولات انه الناس تجيب جهاز زي ده. في الأجهزة الجهاز ده بيكلف كم بس عشان نعرف برضه بيكلف كم؟ فكرة مبدئية. طيب يلا طبعا ده بيعتمد على نوعه وإنه الشركة المصنعة ياتا وكده، فهو هو حاجة غالية جدا، يعني يمكن يكون يعني مليارات بالنسبة لنا احنا في السودان. مليون دولار، 2 مليون دولار، الأسعار بقت خلاص out of date out of والله احتمال تكون مليون احتمال maybe. لكن أنا ممكن أتأكد من حاجة تحديدة ليه، لأنه هسه طبعاً حاصل fluctuation رهيب جداً في الأسعار. نعم بقينا ما قادرين نحدد سعر أي حاجة، حتى مدخلات الإنتاج بتاعتنا نحن ما قادرين نحدد، إلا بس لما تمشي كده أنت تشتري الحاجة هتعرف إنها بقت زي كده. دي واحدة من الإشكاليات الكبيرة. ولكن طبعاً بتاعت زي ما قلت لك عندنا واحدة بتاعت molecular biology برضه، يعني احنا يا دوب بنعمل دي ان اي اكستراكشن، فما عندنا مثلا السيكوينسر ده. احنا بالنسبه لنا كناس بالذات مهتمين بالمايكروبيولوجي، هذا السيكوينسر احنا عامل لنا مشكله، يعني عايزين له باي طريقه عشان نقدر نعرف حاجاتنا دي يهمنا ونقدر نعرف هويتها وكده، نكون قاعدين امنين في بلدنا دي ونعمل سيكوينسنج. يعني ولو انه حاليا بقى الناس بس بترسل العينات برا ويشتغلوا عليها يعني، لكن واي نوت نكون احنا جهه تمتلك سيكونسر نشتغل بها شغلنا، وكمان برضو نشتغل بها للجهات الثانيه. يعني احنا يعني جهه بحثيه لازم يكون عندنا كل الاجهزه دي. زائدا حتى الاجهزه عارف العاديه بتاعت مثلا التست بتاعت السامبلز من الحقل وكده، يعني مثلا يقول لك جهاز ليف اريا ميتر في ناس بره يقول لك والله الجهاز ده غالي والله الجهاز ده مكلف، يعني دي كلها هي حاجات بسيطه جدا لكن بتساعد في سرعه وجوده العمل البحثي. يعني مثلا لما مش اجيب عينات من الحقل انا عايز اطلع منها اكبر كميه من الداتا، فممكن اطلع منها مثلا كميه الكلوروفيل الموجوده فيها، ليف اريا، ما بعرف اي ماده مركب موجود في النبات ده انا اقدر اعرفه واحلله، بعد ذاك انا اطلع بداتا ممتازه جدا ويكون البحث بتاعي قيمته اعلى. يعني طبعا انت هسه بتتكلم وانا جا في خطر في بالي مساله هيمنه الدوله اللي هي مرتبطه باشخاص بافراد، ما مرتبطه بغياب بتاع اجهزه بحثيه سيكوينسر معرفه الى اخره من الاجهزه المطلوبه دي. اعتقد انها دي هيبه الدوله لما تكون انت عندك تقانات وعندك منتجات مبنيه على علومك، وانت الناس بتستعين بك مش انت بتستعين بالناس والى اخره.
أعتقد أي والله دي حاجة حقيقة حاجة ممكن الناس تعمل فيها يعني شغل. شغل ثاني. أي لأنه ما أنتوا شنو أنتوا ما دايرين حاجة، بس أنتوا عندكم حاجة يعني give and take، يعني عندنا حاجة والله، عندنا عندكم حاجة. حاجات في الحقيقة، عندكم أسمدة، الأسمدة دي المفروض إنه كل المزارعين والبتاع في السودان وإلى آخره. أي والله. طيب شجر تنين، شجر تنين ده إحنا بنعرفها أيام الكتمات زي ما بيقولوا، المواتب كيف والمظاهرات. كيف والله صديقتنا يعني. هاي إن حد اسمه محتفظين بالنيم بتاع يوم 6 أبريل. طيب سيارة النيم دي يعني شنو الحاجات اللي مرقت منها؟ يعني هل مرقت حاجة زي دي بالمناسبة؟ يعني إذا كان هي عندها الإمكانية بتاعت هي بتمتز الغازات بتاعت الهناية دي ولا شنو؟ لا يلا، هو النيم ذاته عنده مثلا يمكن المادة الفعالة اللي أنا بعرفها دي هو الأزاديراكتين، هو دي المادة الفعالة، عندها تأثير طارد جدا على الآفات أو الحشرات. وكمان برضو المادة دي أو عنده مواد تانية طيارة قد يكون برضو عندها تأثير بالنسبة للآفات الزراعية. أنا ما أعرف الميكانيكية بتاعتها شنو، طبعا شوية ده كده يعني برا من تخصصي، أيوة لكن أيوة بقول لك الشيء مفهوم. أعرفه فيه. فدي المادة هي الفعالة، وفعلا يعني فعالة جدا بالنسبة للآفات الحشرية. غير كده كمان هي برضو عندها فعالية في 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 بعض على بعض الأحياء الثانية، سواء كانت هنا مثلا أحياء دقيقة أو كده. حتى كمان يعني السمية اللي فيها، في واحدة من الباحثات المعانا عملت دراسة سمية على الأسماك، حتى إنه صح نحن دي كلها منتجات طبيعية، لكن برضو ممكن يكون عندها سمية على الكائنات البحرية أو الكائنات المائية، لأن هي حساسة جدا لأي نوع من الملوثات، حتى لو كانت طبيعية أو حتى لو كانت بتراكيز قليلة جدا. ففعلا كان عندها سمية في مستوى معين على الأسماك. فغير كده النيم ده يعني سبحان الله، يعني في الجسم عندنا يعني عملوا منه مستخلص مائي من الأوراق، ومستخلص برضو من البذور بتاعت النيم، يعني مستخلصات مائية ومستخلصات بتاعت إنه زيوت، فكلها عندها فعالية متفاوتة يعني كويس. فيعني جد هو فعال جدا. غير كده لما يتم عصر البذور بتاعت النيم، النيم اللي هو سيد كيك اللي بيطلع منه ده، الأنباز بتاع النيم ده، يعني عنده كمان قيمة بتاعة تسميد عالية جدا. أنا قبل كده شهدت تجربة مع بروف عثمان الحاج نصر، إنهم هم كان عندهم تجربة على الأسود، فاستخدموا فيها النيم سيد كيك، فعنده زي ما بيقولوا dual purpose، يعني إنه هو في نفس الوقت طارد للحشرات كمادة فعالة لطرد الآفات الحشرية، وكمان عنده قيمة تسميدية عالية جدا يعني. فكان فعلا الأسود المنتج ده، يعني أنت لو جيت بالعين المجردة بتشوف الفرق يعني شاسع جدا بين الكنترول بتاع التجربة وبين الجزء المعامل، وحتى كمان في شنو في الكواليتي. يعني نحن أخذنا الأسود ده ومشينا عملناه وبتاع، يعني في ناس بيكون عندهم مثلا حساسية من الأسود عشان الزيوت المواد الطياره الموجوده فيه. ففعلا يعني نازل قال والله ما عمل لهم اي نوع من الحساسيه، وفعلا كان التيست بتاعه مختلف، يعني مايلد، ما فيه اي يعني فانجنسي والحاجات المرتبطه بالاسود دي والحساسيات بتاعته. فمن كل النواحي يعني جد كانت يعني حاجه ممتازه، دي ما حاجات يا دكتوره يعني ماركتبل، يعني حاجات عندها تماما. هاي ليه الناس ما عارفينها؟ ليه احنا ما عارفينها مثلا؟ والله ما عارفينها طبعا، ده سؤال كبير جدا، يعني فيه عده عوامل. نحن يمكن يعني اقول لك ممكن نكون قصرنا، لكن برضو ما بيدنا. يعني مثلا احنا في وقت ما حاولنا انه ندخل الاعلام ده، يعني قناه التلفزيون مره بيقوموا يعملوا معاك حلقه وكده، لكن لو حبيت تعمل اعلان او برنامج مستمر، برنامج مستمر والله يعني هسه حاليا في تلفزيون السودان بيك في البرنامج انه لاي أرضنا الخضراء ولا حاجه زي دي. ايوه اي، فبقى في اللي هو البرنامج مع الاستاذ محمد جمال، فعلا عمل سلسله اللي هو ده معاكم في المركز القومي للبحوث مش كده؟ لا هو التلفزيون القومي يعني، لكن عمل مع المركز اللي هو بمبادره من اداره المركز انه تتم يعني تسجيل حلقات من مختلف المعاهد في التلفزيون عشان تعرف الناس بين المركز. تعرف أول أيام بداية الجائحة دي بتتم فيه حضرت لي سلسلة اسمها Our Planet
في في اها في نتفليكس. اها واصلا الناس اللي عاملينها ناس بتوع هناك حمايه البيئه وكده، بيقولوا عليهم كونزرفيشنست ولا اسمها حاجه زي دي، conservation conservation كونزرفيشن conservationist بالضبط. انا البيئه دي بالذات مناسبه للجمعه، conservation اي جمعه environmental علاقه conservation والله بالضبط. اي ده انا كلام عملت جميل. بحث قبل كده عن ال لا حي. عن ال الجرين هاوس افكت، يا سلام ده كلام وشرحناه ممتاز في شكل جدا. فيديو، في فيديو لكن الكلام ده سنه 2000 ولا 2001، احنا طلاب في الجامعه. كنا بنقرا انجينيرنج لكن بس يعني جاتنا، وكنت عضو في جمعيه اصدقاء البيئه المصريه لانه احنا قاريين في اسكندريه. يا اخي نعم الدكتور عادل انت ابو زهره. بقول لك ليه المصريه فخلاص عرفت. نعم فالمهم فاور بلانت دي كان اي اوبنر لحاجات كثيره جدا. الزول بيلقى نفسه في وسط الطبيعه والبيئه وبيزعل انه والله يا اخي حيوانات تنقرض، انه في نباتات بتروح فيها الى اخره الى اخره. ليه الناس ما تفكر من ناحيه بتاعت اعلام انه يكون في برنامج فعلا ولا سلسله وثائقيه، لكن مع التركيز يعني طبعا بعد ذلك يكون في المختصين اللي بيوروا انه والله يا اخي عندنا حاجات فيري يونيك في السودان 1 2 3 4 5. وده بسوقني لموضوع العسل. ايوه العسل كل الناس يعني حتى من ناحيه كلتشر ودين وكده وبتاع مقتنعين تمام بفوائده. طبعا طبعا ما أيوة. ما عارفين المركز القومي للبحوث عنده او مركز البيئه عنده شغل زي ده. ايوه قسم كامل متكامل عن الابحاث بتاعت العسل يعني، والعسل والمنتجات الثانيه للخليه يعني، وهي منتجات جميله جدا وعندها فائده كبيره جدا. فجميل يعني احنا بنشكرك انك استضفتنا في المنصه دي عشان ننقل المعلومه جداً. يعني فخورين جدا جدا. طيب في سؤال، المركز القومي للبحوث عامه والمعهد تحديدا ليه مركز الخرطوم؟ يعني ليه بس المزرعه في سوبا وفي سيليت وكده؟ ليه ما عندكم حاجه في بور السودان اذا كان موضوع مثلا له علاقه بالسمك، سواكن، توكر، ولا السمك سمك النيل يا اخوان؟ ها؟ طيب والله انا ما اعرف تاريخيا يعني هو كان في اتجاه زي ده، لكن انا ما عارف انه ليه ما تواصل. لكن احنا بالحته دي وبرجع برضه لكلام دكتور عزت قبل انه هيئه البحوث الزراعيه عندها محطات طبعا كثيره جدا، احنا قاعدين نتعاون معاهم وفعلا يعني شغلنا دائما معاهم شغل تعاون، ونحن بنقدر مجهوداتهم جدا ويعني كل الشغل ما اعرف الكلام ده غير تشكل فيه سياسه كده، في 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 حاجات كثيره بيهايند ذا سين. اي انا كباحث كده حاسس يعني انه في يلا اقول لك يعني مثلا يمكن الناس بتتعصب يعني، زمان كانت الحاجه دي يعني قويه كده وشديده انه الناس بتتعصب لجهاتها يعني، فمثلا زول المريخ يقول لا ناس المركز زي زي كده. لكن والله احنا حاليا عملنا نوع من التطبيع، وبعدين احنا والله ما عندنا مشكله يعني الناس الثانيين ما اي زول عنده اختصاصه، لكن احنا ممكن مع بعض نتعاون، واي زول يحفظ لثاني مع بعض مفروض نتعاون. فعلا هم متعاونين معنا جدا يعني، انا من هنا بشكرهم بالذات في محطه بحوث مدني وشندي ودنقله والدامر، ديل كلهم احنا اشتغلنا معاهم شغل وفيلد ورك يعني، وهم فعلا يعني شغلهم ممتاز جدا وهم ديديكيتد جدا للشغل ومرحبين تماما بتعاون فيما بيناتنا. وهسه حاليا احنا عندنا خطط ومشاريع مستقبليه احنا خاتمينهم فيها معانا كولابوريترز اساسيين يعني، وحتى هنا احنا المشروع بتاعنا بتاع الجايكا الياباني هم من الاساسيين من الجهات الاساسيه في المشروع. فيعني نحن والله دارين انه الصوره القديمه دي تنتهي، وفعلا هسه بقى في تطور كثير في الحته دي، الناس بتتعاون وما في الحساسيات القديمه دي كانت يعني شايفاها انها بدت رجعتنا ورا، ونحن لازم فدايرين والله يكون عندنا دايرين ان يكون عندنا محطات كويس. لازم فعلا. لازم ونستفيد من موارد بعض اللي هي في النهايه موارد الدوله، ونحن كلنا دايرين نطور موارد البلد دي عشان نمشي بالها قدام كلنا مع بعض. تمام. انت ذكرتي انه عندكم نقص في عدد الكادر البشري، النقص ده ما ممكن يتم مثلا بفولنتيرز ولا لازم يكونوا بروفيشنالز وعندهم كاليبر محدد وكده؟ والله يلا انا اقول لك في الحته دي يعني نحن يمكن لو لاحظنا النقص في كمان اكثر شيء في الكوادر في يعني مثلا في العمال، لكن لسه لانه في حصلت فتره كده طويله يمكن سنه 2008 لحد 5-6 سنين بعدها ما حصل تعيين، فبقى هسه كل الناس يعني تعرف كل الناس اللي في المعهد عندنا بيجوا
يعني almost ناس يعني PhD holders ويعني يمكن مساعدين الباحثين اللي هم الناس اللي لسه ما عملوا ماجستير بتعدهم على أصابع اليد الوحدة. فكل الناس حصل لها النقص هنا ده وبيجي النقص في اللي هو مدخل الخدمة يعني مثلا مساعدين الباحثين أو حتى مثلا تقنيين وكده. فمساعدين الباحثين دي أكثر فئة نحن سبينا خلاص يعني we're losing them لأنهم هم خلاص هم promoted هم بيشتغلوا لكن مثلا احنا بنحتاج لهم عشان يعني نوع شغل معين هم يأدوه ومن خلال التدريب بتاعهم هم وتأهيلهم برضو بيأدوا الشغل بتاع البرامج البحثية في الأقسام. طيب كده في ناس متعاونين في ناس متعاونين الريكروتمنت بروسيس بتاعكم انتوا بتعملوا اعلان طيب. في الجريده وبيجيكم الناس ولا انتوا بتمشوا تفتشوا تعملوا هايرنج من الجامعات ولا كده تعملوا شنو بالضبط؟ طيب انا ممكن في الحته دي اديك بروف زينب اوريك الحته بتاعت انه التعيين ده لكن زمان طبعا كان زمان كان فعلا بيعلن في الموقع ذات في المركز مثلا يعني ما بتلقاه في الجرايد لكن اديك كده بروف زينب تدينا مرحبا بك يا بروف زينب. السلام عليكم. الله يديك الصحه والعافيه. الله يكرمك. اي بس انا ارد لك على الحته دي. طبعا في فكره كده اصلا الدوله كانت موقفه التعيين ويعني انا حتى بذكر لما رجحت 2006 يعني بالتحانيس كده غايته وافقت اداره المركز تعيين لي اثنين لانه جيت وما عندي تيم وعايزه ادرب الناس وكده فكان دي مشكله يعني 2015 ادونا فرصه يعني الناس احتجت وكده لانه صراحه بقى في جاب زي ما قلت لك دكتور رندا ما في مساعدين باحثين والناس تكبر وبعد شويه يعني لازم البروسيس تكون متواصل لازم يكون طوالي في مساعدين باحثين بعدين باحثين بعدين بي اتش دي هولدرز وتستمر الدوره كده يعني ف 2015 سمحوا لنا من خلال حاجه اسمها مشاريع تشغيل الخريجين أيوة. ودي للاسف قاموا ادوها للجنه الاختيار اللي هو يفترض ان احنا ما تبع المركز بعين زي الجامعات مباشر يعني بمعنى انه ايوه مباشر بتعين اللي هي بينزل اعلان في الجرايد انه نحن عايزين الوظائف الاتيه بالمواصفات الاتيه والناس بيجوا بيقدموا والمركز بيكون لجان هو بيقوم بالفرز والانترفيو يعني بتاع الناس وبنعينهم. اخر مره عيننا بالصوره دي كان 2013 بعد طوالي 2015 لما كنا عايزين وظائف الدوله قالت الا عن طريق المفوضيه فاضطرينا نعين عن طريق المفوضيه وكانت صراحه صعبه جدا وانا بذكر الوقت ذاك معايا زميلي دكتور مؤتمن راسنا اللجنه يعني شايفه موجود هنا معانا دكتور مؤتمن يعني كان موجود انا وهو كنا راسنا اللجنه هو راس فتره وبعدين انا راست فترة تانية يعني فكان الصراحة معركة صعبة جدا لأنه طبيعة شغلنا ما معروفة بالنسبة للمفوضية وأول مرة يتعاملوا معانا يعني كانت صراحة تجربة صعبة شديد راجل. المهم أنه عدت. طيب أسا نحن عندنا مشكلة أنه نحن يعني ما عارفين روحنا المفروض زي الجامعات لكن لأنه الفصل الأول بيجي من وزارة المالية فلازم نعين عن طريق المفوضية. فالأسبوع الفات مشينا لقينا مدير الفصل الأول يعني في الفترة دي صراحة نحن متحركين بدينا من الديوان لمدير الفصل الأول للوزيرة بتاعتنا يعني زي ما بيقولوا ساعين مع كل الناس المركز القومي للبحوث قاعد شغال بحث أيوة بالضبط كده وإنه يتفكك يعني علاقتنا ما عندنا ما يفترض عندنا لما نجي أعين باحث ما يفترض تكون عندي علاقة بالديوان والمفوضية وكده يعني فأسا أنا يعني ما عايز أسبق الحوادث لكن الأسبوع الفات يعني قدرنا نتفاهم مع السيد مدير الفصل الأول في وزارة المالية ففي يعني شوية وظائف حتجي يعني اللي هي على الأقل أنا عايز أغطي الشواغر في الهيكل بتاعي يعني ودي يعني نحن قدمنا لها وهو وافق لكن طبعا أنا بس اللي تجي حاجة مكتوبة نحصل على دوكيومنت مكتوبة يعني ما أنا ما كنت عايز أقوله لكن عايز أطمن الناس بس إنه نحن ساعين يعني ولأنه ده بجد هاجس ما بتقدر تخلي المركز كده هيدا في يعني عامل جاب كبير جداً جنريشن الجاب بالضبط كده بالضبط كده غير كده يعني يعني ما هي دي سنة المركز إنك تتدرب عايز يعني تدرب الباحثين وكده يعني ممكن باحثين كبار يدخلوا اللاب مع إنه كلنا نحن لو سألت أي زول لسه بنحب اللاب وقفة المعامل يعني لكن يهاف تعملها يعني لازم نعمل فنحن ساعين
يعني في الاتجاهات دي كلها يعني مع المسؤولين وكذا. وبعدين اسمه شنطهم بس عشان كورونا يعني الحاجات شوي بتكون بطيئة لأنه مرات كثيرة بتلقى الناس ما فيشين. برندا برضو يعني اتكلمت عن ضيق المحل يعني. أيوة. فنحن برضو سعينا مما يجينا. أيوة يمكن ده كان يعني أول حاجة عملناه مما يجينا الإدارة يعني. وقطعنا شوط مع يعني مجلس الوزراء وافق والوصل الموضوع بيننا وبين العقارات الحكومية اللي هي لازم نحن نمشي نلف ونشوف المباني اللي بتناسبنا. طبعا هي العقارات الحكومية قالت يا جماعة ممكن أديكم أراضي أبنو. وكانت بتكون أسهل لأنه أنا أبني يعني بالمواصفات مركز بتاع بحول. ايوه صحيح الصوت شويه واقف من عندك يا بروف. وفعلا هي المركز بتاع البحث لو اتبنى من البدايه كمركز بحثي ما زي ما يكون في ايوه تحوير اي يكون يعني مبنى زي الاسد. أيوة الكليات يعني. الكليات العمارات بقت كليات العمارات المال بقت مدارس بقت مستشفيات يعني واحده. أيوة ديتيريوريشن أيوة. اي وده طبعا سؤال لحد أيوة. بروف زينب بتجينا راجعه اللي هو سؤال عن الشراكات بتاعتكم في ما يخص المواصفات مثلا وحمايه المستهلك. ديل ما كلهم حتات يعني مثلا الناس دي لو عندي مشكله المشكله دي بيكون في زول يفترض ان مشيت عملت شكوى في حمايه المستهلك حاجه لها علاقه بالبيئه هل بيقوم يجيكم راجعين عندكم شراكة معهم ولا؟ حماية المستهلك ما عندنا شراكة معهم لكن يعني مثلاً نحن في مختلف المؤسسات أو الهيئات مثلاً عندهم تحليل معين لمادة مثلاً جابوا مبيد مثلاً قول حيوي يعني عبارة عن أنواع من الفطريات كده دايرين يعرفوا مثلاً المبيد ده هو فيه شنو عشان هم عليه مع باقي التحاليل اللي هم بيعملوها يصدروا القرار بين والله الحاجة دي أي هي فعلا كده يعني الأوثنتيسيتي بتاعت الحاجة ذاتها زائدا كمان إن هي الأمن والسلامة بتاعتها وكذا. ففي أنواع كثيرة من التحاليل بيجينا نحن من مختلف الجهات يعني حتى لو كان مثلا إنه حماية المستهلك لو دايرة تعرف مثلا هوية حاجة معينة وإحنا عندنا التحاليل بتاعتها بتجينا وبنشتغله وكده لكن ما عندنا معهم شراكة أستاتش يعني انتوا يعني حتى مثلا ما عندكم دمغه بالمناسبه من كذا جهه بتجينا يعني بنات دمغه يعني حقتنا نحن يعني ما كان يفترض انه الحكومه الفاتت دي المشهد حكومه المخلوع عملت دمغات لاي شيء ما عملتكم دمغه انتوا دمغات او حاجه زي دي بالمناسبه يعني هل حاجه زي دي ممكن الناس تحاول تعمل لها تشريع يعني حاجة لحماية البيئة ودعم البيئة والبحوث في البيئة ممكن يكون في زي ما يقولوا فيكس يعني ريفنيو كده ستريم خاص بالمركز والبحوث بتاعته؟ اها والله يا ريت يعني لانه يعني حمايه البحث انا ما تعمل فيها بحث بتصادفك مشاكل يعني فيا ريت لو الناس انه تقدر تعمل حاجه زي دي مع الجهات المعنيه يعني بالقوانين وبالتشريعات وبكذا. الناس كان بيتش يعني ديجستريشن للبرلمان الجاي ما عندنا حقيقه هاي. ايوه على اساس انه لازم يكون في حاجه خاصه احنا البيئه دي بنتكلم على الاستثمار أيوة. في الاجيال أيوة. في الاجيال الجايه يعني القادمه ايوه ايوه نعم. لانه عارف حقيقه احنا حصل لنا مرات كونفليكتس مع جهات معينه يعني عشان بالذات الجهات اللي بيقولوا مثلا والله الناس ديل بيعملوا تلوث بيئي من نوع معين كذا والله النتيجه دي بتاعت البحث بتاعنا اللي احنا اخذناها مثلا من المنطقه الفلانيه تلقى طوال ناس المنطقه دي مع انه مثلا بيكون في اكس من الناس في الحته دي ادى الناس بيرميشن مثلا انهم يشتغلوا فبتلقى انه الحته دي جات وعملت لك جوطه ومشكله وانك انت كيف تقول كده مع انه دي نتائج بحث يعني داتا أيوة. انا بشتغل وبطلع روح ماريا ضيا
طلعها حسب بحثنا وبيجي او مثلا تعليق ثاني. ففي جهات كثيره بتعمل مشاكل في الحته دي. ففعلا زي ما قلت ان احنا عايزين تشريعات لانه احنا في النهايه جهه بحثيه وما عندنا اي غرض غير اننا نحن نحافظ على البيئه بتاعتنا ونحمي نحافظ على صحه الانسان وصحه الحيوان وصحه البيئه بصفه عامه يعني. ففعلا مهمه جدا قصه التشريعات دي. تمام. ده بيسبني الحته الثانيه اللي هو البيئه عندها ادفوكيت يعني في العالم كله. حزب الخضر في المانيا من اقوى الاحزاب وبعض مرات كثيره بيرجح منه اللي حيكون المستشار او الرئيس الالماني الجاي ولا كده. على قرار حزب الخضر هناك هل في اي حزب سياسي جمعيه منظمه مؤسسه في السودان هي الحليف بتاعكم في انه الحياه تحصل؟ والله برضو ما في السيرش، لكن في منظمات كثيرة في السودان وجمعيات شغالة في مجال البيئة وحماية البيئة وكذا. مرات بيحصل تنسيق فيما بيناتنا ومرات لا، بتلقى إنه الناس دي شغالة في جزر معزولة. وطبعاً دي واحدة من المشاكل الأساسية بالنسبة للبحوث هنا في السودان، بتلقى في ناس كتار كده شغالين في حاجات يمكن تكون هي نفس الحاجة ذاتها لكن صحيح. ما في صحيح. تنسيق فيما بيناتهم. فده برضو إنه حاصل، فيا ريت لو توحدت الجهود يعني. هل ممكن تعملي الكول انت يا دكتوره، تعملي الكول في انه يا اخوانا كل الناس اللي عندهم علاقه بالبيئه والاكتيفيزم والبتاع تعالوا دينا؟ ممكن جدا، واي نوت، ممكن جدا. لأننا يسعدنا طبعا في الباحثين السودانيين نقوم ننسق معاكم نساعد في الموضوع ده، لانه ده موضوع بيهمنا كلنا ومستقبلنا يعني. احنا دارين اولادنا يكونوا اكتيفيست في مجال البيئه والمجال الحياه المستقبليه. فعلا والله يعني دي نقطة مهمة جدا. وأنا بشكرك على أنك أنت يعني رفعت التساؤل ده وعملت initiation لأنه نعمل إيشو ده يعني نعمل كول. هاي طوالي خلينا نمشي قدام. وده طبعا بيسوقني الحتة الأخيرة، أنتوا ذكرتوا عندكم منشورات وعندكم مجلة ومع سودان نوليج بروفيسور علام الله يدي العافية ودكتورة سامة. طيب ما عندكم حاجة للأطفال؟ هل انت جزء من الكريكولوم ديفلوبمنت بتاع المدارس هسه في المركز القومي للمناهج والبحوث والمناهج؟ ايوه المناهج. الناس كلها قايمه وجوطه وقاعده والقراي، انتوا ناس سلبيه، هل انت جزء من القصه دي ولا ممكن تبدأين بوتيرا؟ والله يلا اوريك، احنا عندنا كان برضه اهتمام كبير او ستيل احنا عندنا الاهتمام كمركز في مجله كانت بتصدر من اداره التوثيق والاعلام في المركز اسمها الباحث الصغير. المجلة دي يعني دي تهتم بتوصيل الفهم بتاع البحوث عموما في مختلف المجالات بالنسبة للأطفال على أساس إنه تنمي فيهم الحس البحثي أو الحس بتاع إنه العلم والتعلم والاستفادة منه في حل المشكلات بتاع الحياة المحيطة بين. فدي مجلة الباحث الصغير يعني بيجيب مواضيع كده وبتبسطها بفهم كده معقول بالنسبة للأطفال. فدي كانت بتصدر والله بصوره راتبه، لكن طبعا هسه كل الحاجات دي حصل فيها تعثر طبعا يعني بالنسبه للمناخ العام الحاصل كان في البلد يعني. نعم ايوه الله يقلعهم والله لا يجاوب. فلكن طيب احنا المجله دي عشان تعيد تعاد تصدر ثاني ان احنا ممكن نساعد في شنو يعني؟ ان احنا عندنا انترس احنا الباحثين السودانيين ديل ده نعمل لنا والله كلوب للاطفال ويكون فيه بتاع ومن ضمن الانشطه بتاعتنا يكون والله في مجله بتصدر. ما نريد نعيد اختراع العجلة نمشي ثاني نعمل بداية. انتوا عندكم مجلة صدرت الباحث الصغير اوريدي، فهاو كان وي هيلب تو ري انيشيت؟ ايوه قديمة يعني كانت. طيب انا افتكر بيكون مثلا دائما عائق زي ما قلت لك عائق الامكانيات. بروف زينب لو قفلت المايك بتاعها موجود. ممكن انا اديك المايك بتاعها شغال. هاي الشكل كلام بيجي مرتين. طب خلاص بتاعك هاي كده تمام تفضلي. طيب كده انا ممكن برضو انا انه قد تكون بروف زينب عندها فكره اكثر. ممتاز ممتاز. ده برضو كده انا بروف زينب الحته بتاعت مجله الباحث الصغير العوائق بتاعتها الاستعاده هم ممكن يقدموا شنو في المنصه لاستعاده نشاط المجله. اي انا افتكر يعني في اعداد من المجله أسي جاهزه ولما عرفنا انه كانت المشكله مشكله ماديه ناطه الطبيع ويعني زي حبه كسل من الناس يعني. فطبعا المركز كانت يعني اظن في الفتره اللي فاتت لما الناس بتمشي تناقش الميزانيه
زي ما كان ظاهر لوزارة المالية حجم المركز هو قدر شنو يعني، وما كان بيجوكم ولا بزوروكم ولا عارفين لا 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 لا، هنا ما في حاجة زي دي في السودان. وبعدين على فكرة أنا عايز أقول لك يا دكتور أنور بصفة عامة هنا ده لا في سياسي ولا مسؤول ولا أي زول مهتم بالبحث العلمي، ما في. يعني أنت برضو قبل كنت بتسأل لو عندنا علاقة بحزب أو كده، لا ما في. يعني أنا بفتكر إنه الأحزاب يعني ده بروف تكنولوجي يعني من الدولة دي ما في. من الحاجة الغريبة إنه الحزب السياسي مفروض يأخذ كريديبيليتي أكتر بإنه يقول يا أخي أنا والله مشيت واستشرت المركز القومي للبحوث وقال لي يا أخي بناء عليه أعمل سياستك بتاعت البيئة كده، سياستك تحت الزراعة كده. يعني الأحزاب السياسية كلها عندها think tanks، لو ما عندك أنت بتعمل collaboration، بتعمل يعني cooperation مع ناس ثانيين. ده وده الغباء بتاعنا بتاع السياسة البعيد بتاع نفسه. للأسف زي ما قلت لك دي الحتة الآن إحنا بنعاني منها، لأنه حاسين ما في أي مسؤول والله، ما في زول مهتم بالبحث العلمي صراحة يعني، ولا ظاهر في أولويات الدولة ولا ولا ولا، يعني دي مشكلة كبيرة. يعني بالعكس نحن بالنسبة يعني مشينا برضو خطوة، لقينا السيدة وكيلة وزارة المالية ووريت إنه يا أخي المركز ده بيناقش كأنه مدير ونائب مدير، يعني كأنه نحن إدارة. أنا ما عندي يعني 7 معاهد و6 إدارات وعندي جهة خدمية اللي هي مركز التوثيق والمعلومات يعني. فهي اتفهمت وفعلا كلمت ناس قالت لهم انتوا كنتوا بتناقشوا الميزانية خطأ، لأنه نحن بنناقشها للمؤسسات بالهيكل سن يعني، وده كان كله تمهيد لميزانية العام القادم اللي هو انه يا وزارة المالية ما نحن مركز بالحجم ده ما عايزينكم تناقشونا زينا زي المؤسسات الثانية يعني. والحمد لله دي حصلت، وحتى أسا يمكن الدولة أدت المؤسسات يعني، طبعا الميزانية بتنزل لك شهري يعني بتحت التسيير فقط للبحوث طبعا زي ما قلنا هي عن وزارة التعليم العالي. فحسينا برضو بيتحسن، لأنه مثلا ما عاملونا زي المؤسسات 20% 20% نزلت لكل المؤسسات، ونحن ادونا أزيد يعني منهم يعني. فواضح أنه خلاص الفكرة وصلت. عندنا نحن فكرة برضو خاتنها يعني حننفذها في الأيام الجاية، أول مما يعني المشاكل بتحت الكيرفيو والحاجات دي تنتهي. وإنت عشان تنشر الثقافة دي ما لازم يكون في كونكشن بينك وبين الأطفال، نحن كمركز قومي للبحوث ففكرتنا يعني إنه المدارس يدخل في الكريكلم حاجة عن البحث العلمي، وممكن تقوم بإشراف المركز القومي للبحوث. فدي فكرة برضو بالضبط كده أيوة. بالإضافة طبعا لمجلة الباحث المدارس يعني بصورة المدارس وتحديدا المدارس توسع في المدارس يعني المدارس الخاصة نفسها بيكون عندهم يعني interest. أنا بفتكر كده أنا كبيرنت وممكن أكون في مجلس آباء أي مدرسة، بيكون عندهم interest إنه يكون المجلة دي أولادهم كاتبين فيها. يعني زمان إحنا صغار بنرسل المراسلة، ما عرف ترسل المجلة دي وترسل المجلة دي، تكتب موضوع تكتب إساي إلى آخره. فدي حاجة ممكن تخلي المجلة عايشة بغض النظر عن المركز القومي للبحوث كان ميزانيته شكلها شنو للحكومة منه، مش كده؟ بالضبط كده صح، بالضبط كده. لكن يعني زي ما قلت لك يعني هي الدولة كلها كانت ميتة، فأي حاجة صحيح. كانت يعني ما شغالة يعني. فنحن أيوة يعني فنحن شنو يعني بنحاول نصلح كل كان حاصل، وإنه المركز القومي يطلع. على فكرة نحن اللي بادرنا للتلفزيون شفنا البرامج. طبعا أنا مما جيت قلت لنسيت مشوا تعملوا لينا حاجة مع التلفزيون، أعملوا لي مواعيد أنا حلاقيهم حكلمهم يعني يتكلم عن كل ما عين يعني مرض وصادف يعني برنامج جنة الأطفال يعني تكون أنت تحضر حاجة ويجي برنامج الأطفال يوم الجمعة، بقول ليه لا ما المركز يجي للبرنامج ده وتكون عنده محاضر عن البحث العلمي يعني. فدي كلها إن شاء الله حتحصل يعني، في عدة أفكار عشان تخلي دور المركز القومي للبحوث يعني فعال وأكتف وما ينسوه حتى الناس الأطفال يعني. الناس منه هم أطفال يكونوا عارفين حاجة اسمها المركز القومي للبحوث، دي مهمة شديد. فعندنا يعني بالضبط كده، ففي بلان زي دي إن شاء الله حنعمله، وإن شاء الله نلقى تعاون، وإن شاء الله الناس تسمع يعني. ونحن لو ما سمعوا ونحن ذيل عندنا انترست وشايفين انه عندنا الاونرشيب في المركز القومي للبحوث انه نساعد يعني المجله غير كل الحاجات دي. نحن ان شاء الله في الاونجوينج يعني ايفنتس بتاعتنا المشتركه دي مع الباحثين السودانيين
ان شاء الله نعمل حاجات كثيره مع بعض ونشوف اي حاجه ممكن نعملها اسي نعملها اسي طوالي ان شاء الله. انا زي ما قلت لك نحن بس وقفتنا يعني انه الكيرفيو وانه الناس ما شغاله وما نازله وكده، لكن استيل اي زول قدرنا نلاقيه خلال الفتره اللي فاتت دي، يعني مثلا اسي ناس وزاره الماليه يعني جننتهم انا 200 لما زمنهم سمح فمشينا طوالي يعني لقيناهم ويعني فبادين نحلحل المشاكل بتاعتنا كلها مخطوطة. ولأنه زي وقتك يا دكتور أرور يعني نحن المركز صراحة ما بيرغى لطموحنا يعني، فعشان كده لازم نغير ده لا. يعني we are going to do our best إنه نغير ده يعني إن شاء الله. يعني ده كله عايز تغيير من كل النواحي، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقنا وإن شاء الله بعض المسؤولين يتجاوبوا ويسمعوا يعني. لا ال ما بيسمعوا دير خلوهم علينا، الله يديك العافية أبوف، الله يكرمك يا رب كتر خيرك. طيب في زولة منتسبة للمعهد، وطبعا في أثناء ما نتكلم أن إحنا قام عملت شير للمدخل بتاعه ومعبودي دكتور سارة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة. كيف الحال؟ لغاية جميل والله يا أحد، يعني دكتور أنور ودكتور رندا دار حوار ممتاز ويديكم العافية، ودكتورة زينب برضو بروف زينب ودكتور عزت شرفونا كثير بالمدخلات. أنا بس زي أضيف حاجة من المشاكل العامة الحاصلة لكل الموظفين في المركز بمختلف وظائفهم، يعني اللي هي المشاكل العامة في البلد، قصة الكهرباء والموية والجاز ما في للجنريتر، يعني نحن شغلنا حساس، فقطع الكهرباء والقصص دي وقطع الموية بوز العينات صراحة، وبيرهق الناس نفسيا. تقول يعني جاي من الصباح في الظروف الصعبة دي وجاي عشان يشتغل بمزاج يلقى مشاكل زي دي قدامه، فلولة صعبة. الحاجة الثانية مشكلة بتاع التراحيل، التراحيل برضو قديمة وفيها مشاكل كثيرة طوالي في حالة دي، التراحيل غايب، فالموظف بيعاني شديد مع الظروف المادية الصعبة دي انه يقدر يجي يلقى مواصلات، يا ما يلقى مواصلات اذا لقاها بتكاليف عالية، فعدم الاستقرار اللي بيضعف الأداء شوية. سوري للأصوات. تمام. إضافة لأنه إحنا كموظفات، أنا طبعاً اتجاوزت المرحلة دي الحمد لله، لكن بنقول معاناتي للجيل الجديد، قصة عدم وجود الحضانات للموظفات، لأنه الواحدة إذا ما ارتاحت نفسياً تجاه السيفتي بتاع أولادها ما بتقدر تنجز بشتى يعني أنواع الشغل سواء بحوث أو غيره. الحاجة برضو اللي معرق الناس قصة السكن، يعني مثلا هسي الجامعات احنا تابعين لوزاره التعليم العالي، لكن مثلا الجامعات لكن ده ما اي دي لا دكتور سار عندهم سكن اي في عماره. ها قلت لك يا سيتو تابعين لوزاره دي من المشاكل اللي احنا مصروف، لكن ده ما اي دي لا اي دي لانه المركز يكون اندبندنت براه كده، ده ما أيوة. المركز القومي هو طبعا زمان كان تابع لمجلس الوزراء بالمناسبه بالضبط، لازم كده يعني مدير المركز القومي كانت مليانه برتبه وزير، وانتوا كلكم كده بوكلاء وزاره ومدراء عامين وبتاع، ونحن نحاول نتصل بيكم ما تردوا علينا حاجات زي دي، يعني افترض كده هنرد عليه. وبعدين طبعا القصص العامه بتاعت النت البطيء ومرات يقطع. يعني في قصص حقيقه هو التركه تقيله هاي اسي اسي الناس يقول لك شنو يا اخي مع بعض ان شاء الله الامور تمشي لقدام. هاي يقول لك ان الحكومه دي اخي حاجه يقول لك يا اخي شماعات انه والله النظام البائد، ومن النظام البائد في مراكز البحوث دي حاجه واضحه جدا، يعني انه كيف النظام فعلا بائد وكيف سيستماتيك دمر المؤسسات بحيث انه عشان انت تجي توقفه ثاني على حيله بس تجر نفس كده، ده دي ده شغل صعب جدا جدا، بياخذ زمن وامكانيات، وده لو ناس صبورين وعندهم يعني خبره وكونتكست اوير عارفين الحاصل شنو والتقاطعات. يعني احنا والله سعيدين جدا طبعا انه بروف زينب يعني شي تو كوفر وعندها الرؤيه وعارفه الحاجات، وزي ما يقولوا بتلمحت زول المركز عارفه التفاصيل بتاعته دي برضو حته ثانيه. يعني أنا سعيد جداً تحديداً المركز القومي للبحوث إنه ما جاء وزور كان برا عشان إنه يمشي ولا كده. شكراً لك، شكراً لك يا سارة. في حاجة تانية إضافية؟ والله برضو أنا داير أشيد بالناس اللي بيشتغلوا يعني بإخلاص وفي ظروف كانت صعبة. التكنيشنز بتاعيننا بالذات أستاذ مجدي هاشم زور يعني بيقولوا شنو
يعني دول امكانيات بتاعته هايله جدا وممكن ما معروف على الملأ، لكن معروف وسط الباحثين والطلاب. يعني التحليل بتاع العينات بتاعه بيرفكت. زول يعني بيتعلم سريع، اي جهاز يجي جديد، اي يعني تقانه تظهر جديده. بتمنى انه زي استاذ مجدي ده يعني يتعرف ويتكرم على الملأ. يعني احنا هنكون سعيدين جدا كباحثين سودانيين كمجموعه انه يتعرف للناس ويتكرم وكده، يعني دي حته مهمه جدا. شكرا 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 لك. شكرا لك يا بروف زينب، عندك اضافه هنا تفضلي. صوت ميوت. ايوه تفضلي. عايزه اطمن ساره انه المشاكل دي كلها نحن اتحركنا فيها. يعني موضوع الترحيل والعربات وموضوع المباني، يعني حتى حاولنا يعني مثلا لما لقى في مبنى قريب مننا هو شاله، قلنا ليه ادي لنا يعني. وانا قلت له يعني تبريري انه كمان انا عايزه اقلل الترحيل يعني لانه اسي ال 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 عند يعني بنحتاج لست بتاع عربات تجي من الكامبسيز للرئاسه عشان الناس ينزلوا يتوزعوا على العربات الماشيه ام درمان وين كده يعني. فنحن اوريدي دي كلها يعني تواصلنا مع وزارة المالية ورينا ناهم ويعني عدد العربات اللي عايزين نعملها احلال. اندهشت لما قلت لها انا يعني اخر اجدد موديل عندي بتاع 2006، فهي قالت لنا العربات بتغير كل 5 سنوات. فما عارفه ليه المركز ما كان يعني بيعمل. انا ما عايزه صراحه الوم غيري لانه الدوله اصلا كانت ما زي ما قلت كان في مشاكل. فيعني ده كله مشينا فيه يعني عارفين مشاكل الترحيل. انا عايزه اطمن الناس. كنا حنكتب لوزاره الماليه نقول لها تدينا بيوت للموظفين. انا ما بتوقع انها حتوافق وحتقول لنا والله بس منتظرين لكم على الرحب والسعه، لكن لجنه ازاله التمكين دي اخي خمت كميه بتاعت حاجات، كيف ما يتوافق؟ بالضبط كده بالضبط كده. وفعلا قدمنا يعني ده كله كتبناه. في اوريدي خطابات نحن متابعينها، الوكيل بيمشي بيلقى اغلب الناس ما موجوده، ديبارتمنت كامله في الماليه ما جات. لكن متابعينها يعني مشت الخطابات اتسبقت من الوكيله ومشت يعني بخصوص العربات بخصوص المباني. اول قلنا للمعاهد اللي عندها ضيق ومشكله، وبعدين نطلب مباني للموظفين. وعلى فكره نحن مش وزاره الماليه بس، لكن بنكتب لوزاره الماليه ومجلس الوزراء الاثنين. يعني اي حته عندها ممكن تدينا يعني زي ما بيقولوا مطاردين كافه الجهات اللي ممكن يعني تساعدنا يعني. بالنسبه لموضوع الكهرباء، يمكن هنا الناس عندها جنريتر، لكن انا برضو عايزه اقول انه الناس مرات كثيره ما بتنتبه. يعني انت يو هاف تو بلان. انا لاحظت انه الناس لما الجاز يخلص حتى يقول لك والله الجاز خلص يعني. غير كده اصلا احنا خلال الفتره اللي فاتت كان عندنا التصديق وبنجيب جاز، برضه فجاه التصاديق توقفت. يمكن تكون عندنا مشكله انه الترحيل تشتغل كيف عشان تجيب الناس بعد. يا بروف الخط بيقطع من عندك. الصوت واقف بالمناسبه، ما سامع يعني. ودي طبعا الدوله كلها بروبيست وتتحرك نشيط يعني، هو ذاته زي كده عارف المشاكل ومتحرك فيها. يا بروف الصوت بيجيب من عندك مسافه. في زي ليتنسي في النتورك. طيب تسمعني انا يا دكتور؟ اي سامعك. اها في تقطيع، شكله انه الانترنت بقى ما ثابت. اي صحيح. طيب انا معنا يا بروف البوينتس تيكن. سر الحياه بتاعتك تقريبا غطتها كلها بروف زينب. شاديه نصر الدين عندها مداخله، فكينا لك المايك. مرحبا. يا
Hello. أيوة. شادية، الصوت ما جاي من عندي. عملي unmute yourself. مرحبا شادي، أنا ما سامعك. الو، السلام عليكم. مرحبا. شادية ليه ما هنا المايك بتاعها في مشكلة؟ ما سمعتها والله أي حاجة، وأنا لقيت هنا في الكومنتس هنا هي عندها يعني تساؤل أو إضافة أو كده. أي أنا عملت لها أنميوت لكن ما فكت المايك من عندها. أوكي ما تمام. نحن يعني النقاش صراحة عايزة أذكرك بحاجة إنه أو سوري بس رد على جزئية صغيرة في كلام سارة، وانا بشكرها شديد على ان هي ذكرت الناس اللي بيستحقوا التكريم. فعلا يعني كلامها مظبوط، انه يعني في عدد من الناس من مختلف بيقولوا شنو الوظائف عندنا في المعهد، هم ناس مجتهدين جدا ويستاهلوا فعلا التكريم، لانه هم ناس مهتمين تماما بعملهم وفي كل الظروف وشغلهم متقن جدا. ففعلا احنا المفروض يعني نتبع سياسه بتاعت انه تحفيز يعني معنوي وحتى مادي كمان، عشان احنا نزيد من نشاط الناس في الشغل وكمان نقدر لهم مجهوداتهم. ففعلا كلام جميل جدا وشكرا لك يا ساره. وانا اشكركم جميعا، ابتداء منك يا دكتوره و الله يبارك فيك بروف زينب، دكتور عزت وساره وكل الجميع الناس اللي شاركوا والناس اللي تابعونا كمان عبر الفيسبوك. ده يا اخواننا اللقاء الثالث من سلسلة دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان، اللي هو definitely المركز القومي للبحوث وباحثينه بينهضوا بالسودان، فكلنا نكون مع بعض. شكرا لكم على وجودكم ونقاشكم الثر وتعريفكم لنا. اللي احنا حنتلاقى في لقاء رابع ان شاء الله مع المركز القومي للبحوث مع معهد اخر ان شاء الله، ولحد ما نتلاقى الوقت ذاك ابقوا طيبين. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا، شكرا دكتور، وحقيقي شكرا لكل الناس اللي عملت مجهودات عشان الشغل ده يطلع، وكل الناس المتداخلين بشكرهم شديد، وكمان زميلاتي اخواتي الصغار نسران وريان وسندس وكلهم، ولك انت يا دكتور برضه وكثر خيرك كثير يعني. الله يكرمك. نتمنى كلنا مع بعض نرتفع بالبلد ونطورها يعني ان شاء الله. نحن متفائلين. لا باذن الله حنبنيه حنبنيه شديد خالص ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا، الله يبارك فيك، الله يسلمك.